او شوفوا حضراتكم ام كلثوم رحمه الله عليها غنت في صباح الخير يا اللي معانا من كام سنه، ومع هذا الى يومنا هذا كلنا بنسعد بالاستماع اليها. عموما يا صباح الفل يا اللي معانا سيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. للاسف الشديد ان هكون مع حضراتكم النهارده منفردا، لان طبعا حضراتكم اكيد تابعتوا حلقه امبارح وسمعتوا بنفسكم نهاوند كان صوتها تعبان الى اي درجه، فيعني للاسف هي مش هتكون موجوده معانا النهارده، بس ان شاء الله بكره باذن الرحمن هتكون موجوده ومنوره معانا الاستوديو والبرنامج. طيب كالعاده هنتكلم مع حضراتكم عن اخبار النادي الاهلي، عن اخبار منتخب مصر، عن الرياضه العالميه وكل المستجدات في هذا الاطار. هنتكلم معاكم كمان في اطار تغطياتنا لكل المستجدات في النادي الاهلي بفروع مختلفه، الصحافه الرياضيه، وطبعا كل ده في الجزء الاول من حلقتنا كما تعودنا، والجزء الثاني بتكون طبعا الفقرات الحواريه المختلفه. النهارده ان شاء الله هنتكلم في فقره في منتهى الاهميه عن الامصال وخصوصا مصل اللقاح او الكورونا، يعني مصل كورونا او لقاح كورونا الباكسين وتأثيره على الرياضيين بصفة خاصة. يعني طبعا في كتير من الأحيان بنسمع أن تم إيقاف لاعب ما في رياضة ما نتيجة أنه هو أخذ مواد مجرمة قانونا على صعيد يعني الأحكام الرياضية، في مواد محظورة ما ينفعش ياخدوها، وسمعنا قبل كده أن في ناس حصلت لها مشاكل كتير نتيجة أن هم جالهم أي مرض حتى لو دور برد وخدوا دواء عادي جدا، بس الدواء ده بالصدفة كان فيه مادة ما منعتهم من الالتحاق بالمعسكر او منعتهم من المشاركه في احدى البطولات العالميه. فطبعا دي هتكون فقره مهمه جدا. كمان هيكون معانا فقره عن ابطال الاهلي في العاب القوه، واخيرا وليس اخيرا فقره مع ابطال النادي الاهلي من فريق ناشئات كره السله تحت 18 سنه. طيب نبتدي بقى معاكم كلامنا عن اللاعب الدولي المصري ولاعب النادي الاهلي السابق محمود حسن تريزيجيه جناح فريق استون فيلا، اللي كان بالفعل هو حديث الملاعب امبارح بعد ما حصل على لقب افضل لاعب في مباراه فريقه ضد فولهام، بعد ما قاد فريقه لريمونتادا وحصد 3 نقاط غاليه جدا في مشواره نحو مزاحمه الكبار في جدول ترتيب الدوري الانجليزي. قاد فريقه لتحقيق فوز ثمين على فولهام ب3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجوله 30. الفوز ده مهم وغالي لان تريزيجيه حقق لفريقه اول فوز ليه بعد غياب 4 مباريات رغم انه شارك كبديل، بس يعني اهو نزل الملعب وخلص الماتش زي ما بيقولوا. لو اتكلمنا بقى وحللنا ارقام تريزيجيه اللي تم اعلانها امبارح بعد المباراه، هنلاقيها بتكشف انه لمس الكره 18 مره بينها 8 تمريرات دقيقه من اصل 9 بنسبه 89%، كمان قام بالتسديد 4 مرات نجح في توجيه 2 منهم على المرمى و2 خارج المرمى، بالاضافه الى محاولتي مراوغه ونجاح في التدخلات بوقع 3 من أصل 7 كرات. ده خلى كل يعتبر ان تريزيجيه بالفعل هو الافضل خلال الموسم الحالي بالدوري الانجليزي مع نادي استون فيلا، وبكده تريزيجيه اصبح اللاعب الثالث في تاريخ استون فيلا اللي بيسجل هدفين بعد دخوله بديلا في لقاء في الدوري. تريزيجيه بعد المباراه قال يعني شويه كلام مهم جدا الحقيقه وهو بيرد على اشادات الناس ليه. قال المباراه كانت رائعه وانا سعيد بتحقيق الفوز للفريق وباهدافي لانني لم اسجل منذ فتره طويله، وكنت متاكد انني ساعود لاحراز الاهداف واتمنى استمرار التوفيق واكون على نفس المستوى في المرحله القادمه. طبعا يعني كره القدم مليانه حاجات حلوه كتير، ولكن في بعض الاحيان برضو ساعات الواحد بيتفاجئ في ماتش من الماتشات بان في بونت كده حصل ملوش لازمه ويندرج تحت بند يعني العنصريه. الحقيقه المفترض انها لعبه بتوحد الناس مش تفرقهم، عشان كده اي تصرفات عنصريه بتكون مرفوضه تماما. انا بكلم حضراتكم عن اللي حصل في مباراه فالنسيا وقادش ضمن مباريات الدوري الاسباني، لما غادر لاعب فالنسيا ملعب المباراه في الدقيقه 33 من عمرها بعد اشتباك ديكابي لاعب فالنسيا وان كالا لاعب قادش، وتوجه يعني توجيه كالا تعليق عنصري ضد ديكابي، وده خلى لاعب فالنسيا او لاعبي فالنسيا بالكامل ينسحبوا من المباراه تضامنا مع زميلهم في الفريق ديكابي اللي تعرض لاهانات عنصريه بسبب بشرته السمراء، ودي مش اول مره تحصل وحصلت قبل كده يمكن عشرات المرات. بناء على طلب ديكابي نفسه عاد لاعبي فالنسيا للملعب مره ثانيه بعد نص ساعه من الانسحاب بناء على طلب زميلهم اللي ظهر وهو متاثر وهو يبكي بحسب بعض الصحفيين اللي كانوا متواجدين في ملعب المباراه، وكمان طلب انه يتم استبداله بعد يعني ما لاحظ ان هو مش قادر يكمل عدم قدرته على استكمال اللقاء. طبعا
يعني شيء ملفت جدا للنظر ومدهش وغريب انه يتم استئناف المباراه مباراه فالنسيا وقادش بعد اخراج مختار دي كابي اللي هو شخصيا اتعرض للاساءه العنصريه في الوقت اللي بيكمل فيه اللاعب اللي اعتدى عليه، بيكمل اللقاء عادي جدا وكان مفيش اي حاجه. لكن نرجع تاني ونقول يعني العنصرية مرفوضة بكل الأشكال في أي شيء في حياتنا، سواء في كرة القدم في غير كرة القدم، وطبعا أكيد هنتابع مع حضراتكم إن شاء الله أبعاد هذه الواقعة في الأيام القليلة القادمة. طيب نروح بقى ونتابع معاكم آخر أخبار الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق أخذ راحة من التدريبات بناء على قرار فيتسو موسيماني المدير الفني، وهيواصلوا التدريبات بكرة إن شاء الله استعدادا لمباراة سيمبا التنزاني. امبارح يعني عقب العودة مباشرة من السودان وبدون أي راحة أجرى الجهاز الفني للفريق الأول تقسيمة قوية للاعبين، وطبعا يعني النادي الاهلي حاليا بيستعد وبمنتهى القوه لمواجهه سيمبا التنزاني يوم الجمعه الجاي ان شاء الله في اطار الجوله السادسه والاخيره من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. ده طبعا بعد ما ضمن التاهل بشكل رسمي الى ربع نهائي دوري الابطال الافريقي بعد انتهاء منافسات الجوله الخامسه اول امبارح من منافسات دور المجموعات. وبنتمنى ان شاء الله ان اللقاءات اللي جايه طبعا احنا كلنا ما عندناش شك انها هتكون اقوى بكتير من اللي فات، فنتمنى بقى ما نقعدش نتكلم عن نفس الملاحظات السلبيه اللي للاسف بقالنا حوالي اسبوع بنتكلم فيها من خلال لقاءات مختلفه للنادي الاهلي. طيب امبارح اللاعب محمود كهربا انتظم في تدريبات الكره الجماعيه بعد انتهاء العقوبه الموقعه عليه من قبل الجهاز الفني، وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اعلن قبل السفر الى السودان عن انتظام اللاعب في المران الجماعي بدايه من الامس بعد انتهاء العقوبه وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي لفيتسو موسيماني المدير الفني ومدير الكره وزملائه اللاعبين. تعالوا بقى نتعرف على حالات المصابين من الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. امبارح عاد التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق الاول الى القاهره، وتواجد بالفعل في الجيم بملعب مختار التتش بالجزيره عشان يستكمل برنامجه العلاجي والتاهيلي للتعافي من الاصابه في العضله الخلفيه. كابتن سيد عبد الحفيظ اطمن طبعا على حاله اللاعب خلال جلسه معاه بعد عودته من بلاده لاستكمال تنفيذ برنامجه التاهيلي داخل النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يا علي يا معلول ترجع بالسلامه وتشارك من جديد في كل المباريات القادمه، لان الحقيقه لاعب مهم جدا جدا جدا. واكيد كلنا لاحظنا ان اليوم اللي ما بيكونش موجود معانا فيه علي معلول بتفرق معانا حبتين. اما بقى بالنسبه لمحمود وحيد ظهير ايسر الفريق فهو بيواصل تنفيذ فقرات البرنامج العلاجي اللي بيخضع ليه منذ اصابته في وقت سابق. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اكد ان اللاعب هيكون جاهز ان شاء الله للبدء في المشاركه بتدريبات الفريق في غضون 3 أسابيع، بيتخللها عمليات فحص مستمر اول باول عشان يطمنوا عليه، ويجروا عمليات قياسات دوريه للتاكد من تعافيه تماما من الاصابه. كابتن محمود وحيد طبعا كان اتعرض للاصابه بتمزق في العضله الخلفيه وبيخضع لتدريبات علاج طبيعي مكثف لتجهيزه للمباريات القادمه. كمان الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق كشف عن تطورات حاله محمد محمود لاعب الفريق، وقال انه يعني بيسير بشكل منتظم في طريق العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه خلال الفتره اللي جايه، وقال ان اللاعب بيؤدي تدريبات العلاج الطبيعي والتاهيلي بشكل منتظم ووضعه بيتحسن الحمد لله باستمرار، وبيؤدي حاليا المرحله الاخيره من البرنامج العلاجي قبل المشاركه في التدريبات في غضون 3 أسابيع. محمد محمود كان غايب طبعا عن تدريبات الفريق الجماعيه منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضع لجراحة في الركبة وبدأ بعدها العلاج الطبيعي خلال الفترة الماضية. طيب بالنسبة بقى لحمدي فتحي لاعب وسط الفريق، الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق يعني أكد أن اللاعب هيخضع لفحص طبي يوم الخميس الجاي إن شاء الله للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة اللي خضع ليها في الذراع، وقال كمان أن اللاعب بيتحسن هو كمان الحمد لله بشكل مستمر، وأن الفحص الطبي هو اللي هيحدد المرحلة الجاية إن شاء الله من برنامج العلاج الطبيعي اللي بيخضع عليه اللاعب هيكون عامل إزاي. من المقرر إنه يعني يشارك اللاعب في جانب من التدريبات بس بشكل معين عشان يتجنبوا أي التحامات في التدريبات لحين المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات إن شاء الله الفترة اللي جاية. حمدي فتحي كان اتعرض للإصابة خلال مشاركته طبعا مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، وطبعا بنتمنى كل الشفاء العاجل لكل مصابي النادي الأهلي وإن شاء الله يرجعوا يعني بكامل لياقتهم خلال الفترة اللي جاية، لأن احنا محتاجينهم ومحتاجين كامل لياقتهم الحقيقة. طيب ده فيما يتعلق بإصابات لاعبي النادي الأهلي. تعالوا بقى زي ما بنعمل معاكم في بداية كل حلقة نتابع معاكم حالة الطقس وتوقعات درجات الحرارة من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل.
طيب تابعنا مع حضراتكم حالة الطقس وعرفنا كلنا درجات الحرارة. نستأذنكم في فاصل سريع ومجرد العودة منه إن شاء الله هنتابع معاكم أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. اتفضل. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. تعالوا بقى عشان نروح سوا ونتابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة وكافة الأنشطة مع زميلة العزيزة اللي كان بقالها فترة الحقيقة ضربة غطس. أنا كنت مستغرب هي فين وعرفت من شوية إنها كانت تعبانة. ألف سلامة وحمد لله على سلامتك زميلتنا الجميلة هنا أبو القاسم الموجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. صباح الفل عليكي وألف حمد لله على السلامة وعود أحمد. الله يسلمك يا كريم، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. الحقيقة أنه منح الجهاز الفني بقيادة مستر بيتس وموسيماني اللاعبين راحة سلبية النهاردة من التدريبات على أن يتم استئناف التدريبات غدا استعدادا طبعا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام فريق سيمبا التنزاني يوم الجمعة. يعني يمكن دي آخر مباراة في مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كده كده الأهلي خلاص ضمن التأهل لدور الثمانية وحجز مقعد في ربع نهائي البطولة، لكن كعادة النادي الأهلي بيستعد جيدا لجميع المباريات والظهور بشكل جيد. كمان ناشئين كرة القدم شباب 99 تعادلوا أمس مع سيراميكا كليوباترا ضمن المرحلة النهائية من بطولة الجمهورية. يعني يمكن جميع الفرق مش في مستواهم طبعا بسبب فترة التوقف، يعني زي ما احنا عارفين انه تم استئناف البطولة بداية هذا الشهر شهر إبريل، لكن طبعا مع الدخول في أجواء المباريات إن شاء الله هيرجعوا لمستواهم، وبكده يكون رفع شباب النادي الأهلي نقاطهم ل 12 نقطة إن شاء الله يقدروا يحسموا لقب بطولة الجمهورية. دي أخبار كرة القدم بالنادي الأهلي. خلونا دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى ولعبة الجمباز، والحقيقة إنه إنجاز جديد بتحققه ناشئات الجمباز بالنادي الأهلي تحت 11 سنة وهو التتويج ببطولة الجمهورية. يعني لو اتكلمنا بتفاصيل اكتر عن البطولة قدروا يحققوا 14 ميدالية، وطبعا دي حاجة مشرفة جدا، 5 ميداليات ذهب 7 فضة و2 برونز. طبعا حابة ابارك لهم جميع اللاعبات وجهاز الجمباز بالنادي الاهلي، يعني وهو ده النادي الاهلي دايما في المقدمة. خلونا ننتقل للعبة كرة اليد. رجال كرة اليد النهاردة عندهم مباراة مهمة هي دور الثمانية من بطولة كاس مصر، طبعا هيواجهوا نادي الطيران. المباراة هتكون الساعة 6 مساء بصالة الإنتاج الحربي، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. والحقيقة أن رجال كرة اليد عندهم مباريات هامة هذا الأسبوع، يعني بجانب مباراة اليوم عندهم مباريات في الدوري يوم الخميس والجمعة القادمين، ودي طبعا الجولة القبل الأخيرة. هيواجهوا يوم الخميس الفريق الأولمبي والجمعة فريق سبورتينج بالأسكندرية. يعني بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق وإن شاء الله يقدروا يعملوا مباريات إيجابية في الثلاث مباريات. كمان سيدات كرة اليد يستأنفوا التدريبات النهاردة طبعا بعد الراحة السلبية اللي كان ادهلهم الجهاز الفني بقيادة كابتن يحيى يوسف. زي عادة النادي الأهلي طبعا بيغلق صفحة بقى بطولة منطقة القاهرة اللي حسموها على فريق الشمس، وبيستعدوا بقى جيدا لبطولة الدوري. يعني عندهم مباريات هامة في نهاية هذا الأسبوع، يمكن هم خلصوا الدور الأول والثاني من بطولة الدوري، بيستعدوا لدور المباريات المجمعة اللي طبعا بينقسم لمجموعتين. يعني هيواجهوا يوم الجمعة رابع المرحلة الأولى نادي الطيران أو الزمالك، يوم السبت هيواجهوا الشمس، ويوم الحد هيواجهوا نادي سبورتنج. نتمنى لهم كل التوفيق والحصول على بطولة الدوري، يعني هم ده هدفهم الحقيقة هذا الموسم، قدروا يحسموا بطولة المنطقة وبطولة كاس مصر، وإن شاء الله كمان يقدروا يحسموا بطولة الدوري. خلونا ننتقل دلوقتي للعبة كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة عندهم النهاردة مباراة أمام فريق هليوبلس ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني إن شاء الله أيضا سيدات الذهب يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية ويحسموا المباراة لصالحهم ليستمروا بقى الحقيقة في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة. ايضا بنات كره الطايره 14 سنه قدروا يحققوا نتيجه ايجابيه امام اسيوط ضمن منافسات بطوله الجمهوريه بنتيجه 3-0. وكمان شباب الطايره 15 سنه قدروا يحققوا فوز على فريق بلديه المحله بنتيجه 3-0 ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. والحقيقه ان سواء بنات او شباب كره الطايره عملوا مباراه كبيره جدا، كان في سيطره منهم طوال المباراه وقدروا يحسموا جميع الاشواط ايجابيا لصالحهم.
واخيرا بقى خلونا ننتقل للعبه كره السله. رجال كره السله عندهم النهارده مباراه امام سبورتنج. المباراه هتكون هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الامير عبد الله الفيصل، هتكون الساعه 8:30 مساء. حابه انوه لجميع مشاهدي قناه الاهلي انه المباراه هيتم بثها مباشره على قناه النادي الاهلي كالعاده. طبعا هتكون تغطيه مميزه والاستوديو التحليلي هيبدا الساعه 7 مساء، فيا ريت كل متابعي طبعا قناه النادي الاهلي يتفرجوا على المباراه ويدعموا فريق النادي الاهلي كالمعتاد. كمان سيدات كره السله حققوا فوز على فريق الشمس امس بنتيجه 71-64 ضمن منافسات بطوله الدوري. يعني سيدات كره السله عملوا مباراه جيده، قدروا يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه ايجابيه. يعني دي كانت ابرز واهم اخبار الفرق الرياضيه. العوده ليك مره اخرى يا كريم في الاستوديو. احنا بنشكرك جزيل الشكر. معلش الصوت بس كان راح من عندي للحظه كده، لقيت فيس هنج مني. انا عايز اشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، ومره ثانيه الحمد لله على السلامه ورجعتي نورتي 10 الصبح في الاهلي. عود احمد وصباح الفل عليك. طيب من مقر النادي الاهلي بالجزيره على مقر موقع يلا كوره مع الزميله العزيزه مريم سميح اللي هتتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. وبالمناسبه هيكون ليها لقاء مع الاستاذ ايمن جلبرتو مدير النشر في موقع يلا كوره. يا صباح الفل عليك يا مريم، وارجوك صباح لنا على الاستاذ ايمن. صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم، بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. كمان بصبح على زميلتي هنا أبو القاسم، بقول لها الحمد لله على سلامتك. النهاردة الحقيقة يعني في جولتنا الصحفية يعني يستحق أن هي يقول عليها جولة عالمية بكل المقاييس. ولكن قبل ما نروح طبعا للعناوين وقبل ما نروح لضيفنا العزيز أيمن جلبرتو، خلينا نفكر مشاهدينا بأبرز مباريات اليوم في الدوري المصري. الاتحاد السكندري والمقاولين العرب في تمام الساعة 7 مساء. اما بالنسبه للدوري الانجليزي، وولفرهامبتون وويست هام يونايتد في تمام الساعه 9:15 مساء. كمان في الدوري الاسباني، برشلونه وبلد الوليد في تمام الساعه 9 مساء. اما بالنسبه لابرز العناوين اللي هتكون معانا النهارده في جولتنا الصحفيه، فمن موقع يلا كوره اتو انصح محمد صلاح بان يختار المكان المناسب له وفقا لظروفه. كمان من جريده الشروق، بعد هدفه في شباك ارسنال صلاح يتخطى عدد اهداف الفرنسي هنري في البريمير ليج. كمان من جريده السعودية، لوكاكو يشترط بقاء كومن، برشلونة يفكر في اللاعب والإنتر يحدد السعر. وأخيرا من جريدة الشرق الأوسط، نيوكاسل يحرم توتنهام من المربع الذهبي، وفوز ثمين لساوثامبتون يضعه في منطقة الأمان. طبعا يعني بيسعدنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي ومدير النشر موقع يلا كورة، عشان يكون لي يعني تحليل معانا لكل هذه العناوين. في البداية يا أيمن بصبح عليك، دايما منورنا على شاشة قناة النادي الاهلي. النهارده زي ما قلت في البدايه هي يعني جوله عالميه بكل المقاييس، ولكن اسم محمد صلاح هو المتصدر. البدايه طبعا من موقع يلا كوره، يعني يمكن صامويل اتو اختار طبعا يعني لاعب برشلونه الاسبق، اختار انه محمد صلاح هو من ابرز اللعيبه ومن افضل اللعيبه اللي بيمثلوا افريقيا في اوروبا. كمان قال ان هو لازم يختار ايه المناسب ليه ولظروف اسرته زي ما هو كان بيعمل. يعني يمكن مقارنه ما بين الموقفين ايام احترافه وما بين احتراف صلاح. اهلا بيكي طبعا، واهلا بكريم وبكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، ونبارك طبعا للنادي الاهلي التاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله يعني المسيره تستمر للمباراه النهائيه. طبعا محمد صلاح هو حديث الساعه دايما في افريقيا وفي العالم كله، سموا لقيته بصفته واحد من اساطير الكره الافريقيه، فلما يدي نصيحه لمحمد صلاح فدي طبعا بيبقى ليها حاجه يعني تمنها وليها مدلولها. صلاح الفتره الاخيره طبعا كل الناس، هو السؤال الابرز صلاح هل هو مستمر مع ليفربول ولا الموسم المقبل ممكن يبقى فيه تجربه اخرى، والكلام كله طبعا عن ريال مدريد، عن برشلونه، وساعات بيبقى باريس سان جيرمان. يمكن صامويل إيتو قال نصيحه جيده جدا لمحمد صلاح، ان هو لازم في الوقت ده لما يختار المكان بتاعه او مستقبله يبقى وفقا لظروفه هو وظروف عائلته، لان خلاص يعني صلاح دلوقتي المكانه بتاعته مكانه كبيره جدا، واحد من اهم اللاعبين على مستوى العالم، يعني من ساعه ما انتقل لليفربول، يمكن طبعا فتره روما، لكن تحديدا وقت تواجده في الدوري الانجليزي هو موجود دايما ما بين الخمسه كافضل لعيبه على مستوى العالم، موجود في طبعا كافضل لعيب في افريقيا.
دلوقتي وعنده أسرة موجودة في إنجلترا عايشة مستقرة، فهل النهاردة هو لما هيجي يختار هو حابب إن هو يكمل في إنجلترا الاستقرار ولا يخوض هو أسرته تجربة جديدة سواء في أسبانيا سواء في فرنسا؟ طبعا محمد صلاح حاجة تشرفنا كلنا وكلنا بنفتخر بيه ونتمنى ليه دايما ان هو لما يختار القرار بتاعه زي ما هو عودنا ان يكون القرار الصح اللي بيضيف ليه ويضيف للكرة المصرية في الأجواء العالمية. طبعا اكيد يمكن كمان من جريده الشروق كان في عنوان عن صلاح بسبب هدفه، طبعا في شباك ارسنال بنتكلم عن سجله التهديفي، دايما بنلاقي ان ارقام صلاح بيحقق ارقام قياسيه كمان يعني بينافس بيها كل النجوم في البريمير ليج، وبيسعى كمان ان هو يعني يتصدر او يبقى هداف الدوري الانجليزي. طبعا هو دلوقتي عنده الصراع اللي هو في اللي بنقول في الامد القصير ده هداف الدوري الانجليزي ان هو يستعيد مره اخرى، وكان حصل عليه مرتين، حابب ان هو طبعا يبقى المره الثالثه ان هو كهداف للدوري الانجليزي. الصراع شرس كالعاده مع هاري كين، واحد من افضل المهاجمين على مستوى العالم ومن افضل مهاجمي انجلترا ودايما حاضر في موضوع الهداف في البريمير ليج. الفرق هدف، صلاح يقدر لسه المباريات قدامه كتير رغم ان ليفربول يعني نتائجه ما كانتش مستقره الفتره اللي فاتت، لكن صلاح كان مميز جدا وحتى حصل على جائزه افضل لاعب في ليفربول والبريمير ليج في الشهور اللي فاتت. طبعا الرقم اللي الجريده بتتكلم عنه رقم مميز لانه اعتقد هو كان في 93 هدف في 150 مباراه تخطى تيري هنري، كمان هو قريب من فان نيستلروي مهاجم كان شهير في الدوري الانجليزي مع مانشستر يونايتد، قريب كمان من سيرجيو اجويرو اللي وارد ان بنسبه كبيره يكون خلاص خارج الدوري الانجليزي الموسم المقبل لو ما انتقلش لنادي تاني بعد خلاص انتهاء، يعني هو خلاص اعلنوا انتهاء مشواره مع مانشستر سيتي بنهايه الموسم. طبعا هاري كين لسه موجود، فلا صلاح الفتره دي هو بيسعى ان هو يعمل ارقام من الصعب بعد كده تحقيقها، حتى لو في ظهر لعيبه في افريقيا ان هي تحترف الدوري الانجليزي او لعيبه عربيه يبقى صعب ان هي تكسر ارقام محمد صلاح، وكمان هو بيحاول يوصل للاساطير الناس اللي عملت ارقام مميزه جدا في الدوري الانجليزي سواء مع ليفربول او في انديه اخرى ان هو يبقى دايما موجود في التوب 3 او حتى هو اللي يبقى صاحب الرقم القياسي. يعني زي ما قلنا احنا يعني دي حاجه بتسعدنا جدا حتى احنا في شغلنا يعني بتعلينا كويس، بنخلينا نتابع الحاجات العالميه ان احنا على طول صلاح الريكوردز بتاعته دي الناس بتتابعها، فده حاجه كويسه جدا. نتمنى لكل اللاعبين المصريين اللي موجودين في البريمير ليج وفي اي دوري تاني ان هم يحققوا نفس النجاح. يعني طبعا يعني جريدة الرياضية السعودية فتحت ملف هام وهو انتقال لوكاكو إلى يعني صفوف برشلونة. يمكن في الوقت الحالي جميع الأندية زي ما كنا بنتكلم بتعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جدا، عندنا هنا موقفين مختلفين. يمكن يعني الانتر بيحاول ان هو يحل أزمته الاقتصادية بان هو يعني بيع كمان لوكاكو برقم كبير جدا، هو 120 مليون يورو، ويمكن كمان بيتخلص من مرتبه، في حين ان برشلونة احنا برضو مش عارفين اذا كان هو يقدر على هذا الثمن لشراء اللاعب أم لا. فيعني موقفين مختلفين تماما، بس نفس الموقف هو اللي بيجمعهم وهي الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها معظم الأندية. طبعا يعني الأزمة الاقتصادية دي في أوروبا كلها الناس في الصفقات تبقى حريصة جدا وهي بتدفع أي فلوس أو تحديد رواتب بسبب طبعا كورونا وخلو المدرجات من الجماهير وإن في عائدات كتيرة الأندية فقدتها الفترة اللي فاتت. طبعا برشلونة زي ما قلنا مع لابورتا ومفروض في مشروع جاي، الراجل عايز برشلونة يرجع تاني للعهد اللي هو السيطرة والاكتساح سواء في أسبانيا أو في أوروبا. أكيد هو بيدور على مهاجم، طبعا التفكير الأول بنتكلم في الناس اللي صفوا اللي موجودين مبابي هالاند، دول الناس اللي يمكن عشان صغيرين في السن فممكن الإدارات في الأندية الكبيرة تستثمر وتدفع فيه مبالغ كبيرة. لوكاكو طبعا من المهاجمين الكبار جدا في أوروبا وعامل مستوى جدا مع انتر ميلان وخلاص اقتربوا ان هم يستعيدوا الدوري الايطالي بعد غياب طويل، وبالتالي لو انتر حابب يبيعه هو اكيد لازم يستفيد بشكل كبير جدا ان هو لما يبيعه لازم يعني يعود بمبلغ مالي كبير يساعده في الفتره اللي جايه. وكمان طبعا لوكاكو من اللاعبين اللي رواتبهم كبيره طبعا لانه كان قبل كده كمان موجود في مانشستر يونايتد، فيعني هي زي ما انت بتقولي كده هو كل نادي هيحاول يعني في الصفقات بتاعته يوصل للحاجه اللي تريحه سواء ماديا او ان هو ما يخسرش لعيبه قويه ان هو يجيب استخدامات، او لو في حاله برشلونه ان هو يدعم صفوفه عشان السنين اللي جايه.
اخيرا من جريده الشرق الاوسط، يعني كنا بنتكلم عن ان توتنهام لم يفلح في استغلال فرصه الدخول الى يعني المربع الذهبي بعد التعادل امام نيوكاسل 2-2، خاصه ان هو كمان كان يعني كسبان 2-0، ولكن يعني النتيجه انتهت 2-2. في ما يقرب من 7 انديه بيتصارعوا على هذا المربع، انت شايف عامه الصراع ماشي ازاي خلال الفتره الحاليه؟ يعني يمكن خلاص احنا لو اتكلمنا بنقول ان مانشستر سيتي بشكل كبير وحسم اللقب الموسم الحالي، مانشستر يونايتد ضامن برضو تواجده في الشامبيونز ليج الموسم اللي جاي، يمكن في زي ما بتقولي كده حوالي 7 أندية بيتصارعوا على المركزين بقى ما بين الثالث والرابع والمراكز بعد كده المؤهله حتى للدوري الاوروبي عشان التواجد الاوروبي الموسم المقبل، منهم طبعا ليفربول، في تشيلسي، في توتنهام، انديه كبيره وانديه اعتدنا ان هم يبقوا موجودين، حتى ارسنال اللي هو بعيد شويه هيحاول اكيد انه يخش في الزحمه دي عشان ما يبقاش الموسم المقبل هو بعيد عن المشاركه الاوروبيه، ده في حال يعني ما قدرش يفوز بلقب الدوري الاوروبي. يعني توتنهام كان سيء الحظ طبعا امبارح لما يبقى متقدم 2-0 بعد كده يتعادل 2-2 بهدف كمان في الدقائق الاخيره، وبسيناريو مورينيو حتى خلاص يعني ابتدى بنشوف ليه صور يعني اعصابه خلاص ابتدى يفقدها كده، لان توتنهام بدايته كانت جيده والنتائج كانت جيده وكان موجود، لفجاه النتائج تراجعت والفريق بقى بيتعادل كتير وبيخسر كتير. مورينيو مدرب كبير ومن المدربين اللي الواحد بيتمنى دايما هو يشوفه في البطولات الأوروبية، بيستمتع بتصريحاته، بيستمتع بأحاديثه وبشغله، لكن من الواضح أنه في السنين الأخيرة يعني عنده بعض المشاكل مش قادر يحلها، مش قادر يكون في نادي يعني يوفر له المطالب اللي هو بيحتاجها سواء في اللعيبة أو في الصفقات. يعني نتمنى التوفيق لمورينيو ونشوف الصراع بتاع البريمير ليج هيوصلنا ليه في النهاية. أيمن أنا بشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي، بشكرك كمان على هذا التحليل يعني الوافي. طبعا دي كانت جولتنا النهاردة مع الناقد الرياضي أيمن جلبرت ومدير النشر بموقع يلا كورة في كل العناوين العالمية اللي كانت معنا النهاردة من مختلف الصحف من داخل موقع يلا كورة. بشكرك جدا يا كريم، والعودة للاستوديو مرة أخرى. ده احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وطبعا كل الشكر للأستاذ أيمن جلبرت الضيف اللي كان منورنا منذ حضرات. صباح الفل عليكم انتوا الاثنين. طيب طالما بقى يعني مريم سميح وضيفها استاذ ايمن جلبرتو يعني ختموا الجزء الاخير من كلامهم او من حوارهم بالبريمير ليج، عايز اقول لكم خبر ليه يعني علاقه بالمنطقه دي من العالم. رابطه الانديه الانجليزيه اعلنت مؤخرا عن اقامه مباراه نهائي كاس الاتحاد الانجليزي لموسم 2021-2022 بحضور عدد محدود من الجماهير. القرار جه يعني عمليه اختبار رسميه من الحكومه البريطانيه يشوفوا من خلالها مسألة عودة حضور الجماهير في باقي المسابقات المحلية، وطبعا على رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما كانوا غايبين لفترة طويلة جدا أكيد بسبب جائحة كورونا. من المقرر أن يقام نهائي بطولة الكأس يوم 25 إبريل القادم إن شاء الله بين مانشستر سيتي وتوتنهام، وبالفعل وافقت الحكومة البريطانية على حضور 8000 مشجع في المدرجات بملعب ويمبلي. وهتحدد بقى رابطة الأندية الإنجليزية خلال الأيام القليلة القادمة نسبة كل نادي من التذاكر عشان يبقوا ضامنين قدرة المشجعين على حضور المباراة ومؤازرة فريقهم. طبعا بتسعى الحكومة البريطانية إلى عودة الحياة لطبيعتها مرة تانية في ملاعب كرة القدم المختلفة، وده قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020. طبعا يعني الحقيقة كرة القدم بصفة خاصة تأثرت بشكل سلبي جدا على مدار يمكن السنة ونص اللي فاتت بمسألة عدم حضور جماهير، وإحنا كمان كمحبين وكمتابعين لكرة القدم سواء محليا أو عالميا برضو ما حضراتكم تبقوا سامعين كده أصوات الجماهير وهي بتهتف بيعملوا مفعول السحر على فكرة، وبينعكس علينا إحنا حتى لو إحنا بنتفرج في البيوت. فنتمنى أولا زوال هذه الجائحة لأن كلنا فرهضنا منها بما يكفي، ثانيا بقى أن ترجع الحياة الرياضية مرة تانية لطبيعتها. أروح بقى معاكم للتنس، حيث حقق الثنائي نيكولا ماكتك وماتي بابيتش 5 بطولة زوجي الرجال لعام 2021 بعد فوزهم بمجموعتين متتاليتين على دانيال إيفنز ونيل سكوبسكي في نهائي زوجي الرجال في بطولة ميامي المفتوحة للتنس. نروح بقى على سباق السيارات، حيث حقق سباستيان لويب وكريستيان جوتيريز أسرع وقت في البطولة التأهيلية أو في الجولة التأهيلية لسباق إكستريم لسيارات الدفع الرباعي الكهربائي
الكهربائية اللي بيتم تنظيمها في المملكة العربية السعودية. طيب بكده تكون فقرتنا الخبرية انتهت يا حضرات، بستأذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية عشان نبتدي سوا بقى فقراتنا الحوارية. اتفضل. اهلا بكل حضراتكم مره تانية، عوده الى 10 الصبح في الاهلي، ونبتدي معاكم بقى اول فقره من فقراتنا الحواريه. والحقيقه هنتكلم من خلالها عن ملف في منتهى الاهميه، ملف المنشطات وانعكاساته الخطيره على الرياضيين بصفه خاصه وعلى النشاط الرياضي في دول بالكامل. وهشرح لحضراتكم في سياق حوارنا طبعا اقصد ايه بكلمه دول بالكامل. اللي استجد حاليا ان بقى في مصل خاص بفيروس كورونا، ويمكن نكون احنا اول ناس تقريبا هنتكلم عن الزاويه دي تحديدا. عايزين نعرف هل في مواد محظوره ولا لا في الباكسينز. هنتكلم عن كل هذه الامور مع دكتور اسامه غنيم، وهو الرئيس التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات نادو. صباح الفل يا دكتور. اهلا. سعداء بوجود حضرتك معانا، منورنا. صباح الخير على حضرتك وعلى قناه الاهلي وعلى شعب مصر العظيم كله. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. طبعا يعني انا بتهيألي زي ما كنت بقول احنا اول ناس ممكن نكون هنتكلم عن النقطه دي بالتحديد بعد ما ظهر مؤخرا مجموعة أمصال أو باكسينز لفيروس كورونا. هل تم التأكد من أن الباكسينز دي ما فيهاش أي مواد محظورة ممكن تندرج لاحقا تحت بند المنشطات ويبقى لها انعكاساتها السلبية على أفراد اللاعبين وعلى الدول اللي هم بيمثلوها؟ لا، الحقيقة هو الفاكسين ده عبارة إما عن فيروس ميت أو فيروس مضاعف، يعني ضعيف. وبيتعطى للإنسان علشان يبدأ الجسم يكون أجسام مضادة ضده، وبالتالي يبقى جاهز لأي في أي وقت إنه لو تعرض للفيروس الحقيقي اللي هو بقوته يقدر يقاومه عن طريق الأجسام المضادة دي. مفيش أي فيروس لحد دلوقتي أدرج في قائمة المحظورات، لأن قائمة المحظورات عبارة عن مواد يعني نقول إيه ميثودز، طرق. وبالتالي الفيروس لم يدرك تماما تحت قائمة المحظورات من وقت ما ظهرت قائمة المحظورات سنة 61 لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. وبالتالي مفيش أي خوف من أن أي لاعب يقدر ياخد الفاكسين وهو مطمئن. ده بعيد طبعا عن ان احنا نقدر نقول ان تم عليها ترايلز محاولات وإلى آخره، لكن انا بتكلم من ناحية المنشطات مفيش مشكلة بالنسبة للاعب ان ياخد الفاكسين. طب من اول سنة 61 زي ما حضرتك بتقول لظهور قائمة الممنوعات او المحظورات، هل العالم مر من وقتها الى اللحظة بجائحة اخرى حتى ولو بمسمى مختلف استدعت ان يبقى في اوردر كده ان كل الشعوب في كل الدول ياخدوا فاكسين معين؟ هي الجائحة الوحيدة اللي احنا كنا مرينا بيها لو تفتكر حضرتك سنة 2010 لما ظهر فيروس انفلونزا الخنازير. طب. وما اعتقدش ان كان وقتها كان في يعني دعوة ان كل الناس تاخد الفاكسين زي ما بيحصل دلوقتي، لان كانت الجائحة ما هياش خطيرة قوي بالشكل اللي وصل به المرحلة اللي احنا فيها. احنا النهاردة داخلين على اكتر من سنة وشهرين او ثلاث شهور. صحيح. لكن فيروس انفلونزا الخنازير كان وقتها يمكن اخذ له شهرين او ثلاثة وانتهى الى غير رجعة وقتها يعني. لكن ما كانش في ما يستدعي ان احنا نخوف الناس وان احنا ندرج او غيره. اللقاح اللي موجود حاليا دلوقتي بالنسبة للمواد المنشطة للمرة الثانية وللمرة الثالثة والعشرة ما فيش منه مشكلة بالنسبة للرياضي. طيب انا عندي سؤال يعني بيخيل لي انه ممكن يبقى شيق من وجهة نظر ناس كتير. الترامادول وطلب مصر بإدراج الترامادول في القائمة اللي احنا بنتكلم عليها، وصلنا لفين في الملف ده؟ الترامادول هو الصداع المزمن في رأس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. ليه؟ احنا دي السنة السادسة على التوالي اللي فيها الترامادول لم يدرك في قائمة المحظورات، ولكن هو مدرك في قائمة تحت الرصد. يعني ايه قائمة تحت الرصد؟ هو تحت بقاله ست سنين تحت الرصد؟ ايوه، ست سنين تحت الرصد. القائمه تحت الرصد معناها ان المعامل بتعد عدد الحالات اللي بتجيلها فيها قد ايه ترامادول، حاله 2 3 10 لغايه ما بيوصل الى رقم بيعدي به الخط الاحمر المسموح به بيبلغ الوكاله الدوليه للمكافحه. الحاله دي حضرتك تقصد بيها حاله رياضي ما ولا ولا بشكل لا عام؟ لا لا، احنا بنتعامل مع رياضي. اوكي تمام. لان اللي بيتم تحليل العينات بتاعتهم في المعامل الدوليه المعتمده هم رياضيين. تمام. يعني احنا ما بنتعاملش مع سواقين، ما بنتعاملش مع فرانين الى اخره. طيب النهارده الترامادول في المعامل الدوليه هل هو عدى الخط الاحمر بتاعها؟ لا، ما عداش الخط الاحمر. احنا اتكلمنا مع الوكاله الدوليه اكتر من مره في موضوع ادراج الترامادول في قائمه المحظورات. الحقيقه السنه اللي فاتت تم احاله الموضوع للجنه الشؤون الصحية والبحوث في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وعملت بحث على الترامادول عشان تشوف هل هو بيعمل انهانسمنت او بيعمل زيادة في الأداء للرياضي. للأسف الأم ما بيعملش أي زيادة في الأداء للرياضي، ولكن الحاجة الوحيدة إنه بيأخر الشعور بالتعب، وبالتالي قالوا إن ده بين كيلر أو قاتل ألم، وبيستخدم دائما في أمراض السرطان. فما ينفعش إن أنا أدرج عقار قاتل للألم في قائمة المحظورات.
انما انتوا كان عندكم في بلدكم عندكم ميس يوز او يعني نوع من إساءة استخدام للعقار، ده شيء تاني ده يتم يعني علاجه من داخل الدوله عندكم. بس هو وارد ان يكون في شخص رياضي ومدرج في قائمه اللي يعني اتحاد ما للعبه من الالعاب ويكون بياخد ترامادول؟ الحقيقه للاسف في كده وكان في احد المحطات التلفزيونيه كانت في وقت من الاوقات من حوالي سنتين تقريبا يعني عملت كان برنامج كان هايل وجابوا لاعبين كانوا بياخدوا ترامادول وطلعوا معنا في التلفزيون واتكلموا، والحقيقه قالوا احنا كنا بناخد ترامادول قبل المباراه، بس طبعا بعد ما خلص البرنامج بقى بداوا يقولوا لي الطريقه اللي هم كانوا بيحسوا بيها اثناء الاداء، يعني هو النهارده مثلا شايف الكوره جايه له من الناحيه دي وبيجري عليها في جنبها فطبعا قعدوا يحكوا بقى حاجات جدا، قالوا هم طبعا كانوا بيندموا على انهم كانوا بياخدوا ترامادول. لا بس حتى المنطقي ان اللعيب لو مثلا لعيب كوره بياخد ترامادول الطبيعي انه يبقى نازل الملعب مأخر 3 4 نقلات. ما هو دي واحد اتنين هو بقى في الحاله دي بيبقى غير مدرك للمكان وللزمان أصلاً. وبالتالي يعني احنا النهارده الحوادث اغلبها على الطرق بتبقى نتيجه ترامادول، لان اللي سايق واخد ترامادول بيبقى حاسس ان العربيه اللي جايه قدامه دي بعيده قوي وهي قدامه خالص هي قدام الاكسيدام بالظبط كده مزبوط. فعشان كده بتحصل حادثه. الترامادول زيه زي الحشيش بالظبط، بيبقوا الاثنين بيبعدوا الاحساس بالزمان وبالمكان. طيب احنا عارفين ان قائمه المحظورات بتصدر كل اكتوبر لو انا مش غلطان صح كده؟ بالظبط كده، اخر سبتمبر بتجينا واحنا اول اكتوبر بنبعتها لكل الاتحادات في مصر وكل الحاله الرياضيه في مصر عندنا، على اساس انهم يبداوا يستعدوا لو في ماده جديده تم ادراجها انها تتمنع، لانها بتخش في حيز التنفيذ من يناير الجديد. تمام. يعني هنفترض ان قائمه المحظورات جات لنا في سبتمبر 2020 وبعتناها للاتحادات وكل الجهات الرياضيه في مصر في اكتوبر 2020، دخلت حيز التنفيذ من 1 يناير 21. ليه؟ لان النهارده لو تفتكر حضرتك كان في ماده كان اسمها ميلدونيوم اللي كانت ظهرت في لعبه التنس الروسيه شيرابوف. دي لما بعت دي اللي وقفوا بناء عليها الوقعه بتاعتها ولا كان وقعه ثانيه؟ لا وقعه ثانيه احكيها لك. فاللي بيحصل ان المفروض النهارده انا كلاعب اول ما بتيجي قائمه المحظورات بشوف ايه الجديد اللي تم ادراجه فيها، تم ادراج الميلدوني اوقفه وانا عندي 3 شهور فتره كافيه ان ينتهي الجسم من الايه من المفعول العقار. أوكي. الحقيقه شرابوفا فضلت مستمره في تعاطي الماده دي لغايه ما رحولها في شهر يناير عش وقت يعني شوف بقى دي في الشهر الجديد على طول في حيث تنفيذ كان في بطوله استراليا المفتوحه واخدوا منها عينه فطلعت عينه ايجابي. فمعنى كده انا ببعت النهارده قائمه المحظورات قبلها ب3 شهور عشان لو تم ادراج اي ماده جديده ان انا استوب عن الماده دي. هو بالمناسبه هل تم فعلا ادراج مواد جديده في الفتره الاخيره اخر نسخه من لا 21 ما تمش ادراج مواد جديده وما تشالش حاجه حتى من قائمه المحظورات لانه ممكن يشيل وممكن يحط والله فطبعا بعض الناس بيتشال بناء على تعديل المواد الفعاله المستخدمه داخل العقار. عشان ادرج ماده في قائمه المحظورات لازم تستوفي شرطين من 3 اللي هم الشرط الاولاني انها تدمر الرياضي صحيا وبدنيا وفكريا، انها تخل بالميثاق الاولمبي، انها تؤدي الى زياده الاداء للرياضي. على سبيل المثال المواد المدره للبول طبعا بدون اسماء لان طبعا تربيتوا عليها اعلاني فطبعا المواد المدره للبول هل هي بتدمر؟ لا طبعا، لانها بتنزل الاملاح اللي في جسمه والى اخره فبتاثر على الرياضي. هل هي بتخل بالميثاق الاولمبي؟ طبعا بتخل، لان بيبقى في الحاله دي في غش وخداع وتزييف. طب ولو في سبب طبي يعني في دكتور اوصى بان اللاعب الفلاني اللي عنده مشكله مثلا يكتب له حاجه معينه ملهاش حل ملوش علاج غير الماده دي في الحاله دي احنا بنديله حاجه اسمها العذر المرضي او التي يو اي او ثيرابيوتيك يوز اكزامشن، وكل الرياضيين في العالم مش في مصر بس عارفين الموضوع ده. واحد النهارده عنده مرض السكر اللي هو نمبر 1 او تايب 1 اللي هو الجزء الاولاني اللي هو محتاج ان هو لازم ياخد انسولين. في الحالة دي لازم ياخدوا، طب لو ما خدوش ما هتبقى في مشاكل ومضاعفات الى اخره، احنا مضطرين ان احنا نديله هذا العقار وتعمل له استمارة عذر مرضي ويتم الموافقة عليها من الاتحاد الدولي ويشارك في المنافسات ويشارك في اللعب ويتم عمل تحليل له وهتطلع العينة فيها المادة المحظورة. لكن في الحالة دي ما بتعتبرش الحالة ايجابية. ايه اللي بيحصل؟ على طول احنا بنعتبر المادة كأن لم تكن وحالة الحالة الايجابية كأن لم تكن. خد بالك ان الوكالة الدولية يعني نقدر نقول انها يعني عاملة رصد لكل المنظمات الوطنية في العالم وعارفة هم بياخدوا العينة امتى وبياخدوها لمين والنتيجة ايجابية، ولما تتاخد النتيجة الايجابية هل بيتم النظر ان هو معاه عذر مرضي ولا معهوش او ان هو بيحتاج انه يحل العينة به ولا مش محتاج. لو ما كانش كده تمت محاكمته ولا ما تمتش، والعقوبة هل هي مناسبة للمادة اللي هو خدها ولا لا، ولو هي مش مناسبة تبدأ الوكالة الدولية ترفع قضية على المنظمة الوطنية في المحكمة الرياضية الدولية. موضوع كبير قوي طبعا.
طب اكتر الرياضات اللي يعني اتمسكت فيها حالات معينه لتعاطي منشطات، يعني هل في رياضات معينه بيلجا البعض من رياضييها لتناول منشطات أكيد معينه؟ أكيد يعني رفع اثقال، جري، رفع اثقال، العاب القوى، القوى البدنيه اللي هي بتعتمد على مصارعه الذراعين او الرفع طبع. اللعبه زي كمال الاجسام، الالعاب دي، الملاكمه، السباحه الزعانف، الالعاب دي كلها بتعتمد على انه بياخد مواد تزود قوه العضلات عنده، وبالتالي هو محتاج ان هو ياخد منشطات. هو مش محتاج، ولكن هو الفكر عنده وفكر المدرب بتاعه انت لازم تاخد، وما بيناقش اللاعب الحقيقه يعني يسمع كلام المدرب ويهب، او يسمع كلام زميله وياخد الماده المنشطه، وبالتالي يتم ايقافه بعد كده. اوكي، وهل التحاليل دي بتتم بشكل دوري قبل بدايه انطلاق اي منافسات في اي بطوله، ولا يعني هل مثلا حصلت قبل كده دكتور ان في لاعب ما في دوله ما يعني الناس وهم قاعدين بيتفرجوا عليه وهو بينافس، او هو مثلا سباق الجري او كذا، حسوا ان ده مش بني ادم، ده حصان، ده مكنه، فبعد ما شكوا فيه عملوا التحاليل فلقوا انه فعلا كان متعاطي منشط من المنشطات؟ انا موافق طبعا على هذا الكلام، وعايز اقول لك ان احنا لما بنيجي ناخد العينات احنا بنتبع ثلاث اساليب. الاسلوب الاولاني ان انا باخد عينه خارج نطاق المنافسه، يعني اروح رايح للاعب في المعسكر بتاعه او اثناء التدريب او داخل المنافسه، زي ما حضرتك بتقول دلوقتي لاعب بيلعب واحنا شفناه ان هو اداؤه اكتر من المعتاد. وفي نفس الوقت مثلا بناخد ترتيب الاول الثاني الثالث العاشر اللي هو ملوش علاقة بالأول والتاني والتالت، ولكن عشان نوري إن إحنا موجودين لكل المستويات. أوكي. لاعب كسر رقم، لاعب أخد كارت أحمر في الكورة، الفيفا لها رولز معينة، إحنا بناخد اتنين من الفرقة ألف واتنين من الفرقة ب بلس اللي واخد كارت أحمر. طب ايه علاقه اللي واخد كارت احمر؟ الكارت الاحمر ده دائما وابدا هتلاقيه دايما في نوع من الايه، من العنف، من العصبيه طبعا. يبقى نتيجه تعاطي منشط جايز، واخد بالك؟ فاحنا عندنا بناخد الاربعه اللي من الفرقتين، اتنين من هنا واتنين من هنا بلس الكارت الاحمر. اوكي، ده لازم. تانية حاجه، انت بتشايف في الملعب ناس بتبقى انت موجه نظرك عليها، في اداء غير عادي، في كسر ارقام غير عاديه، في ممكن يكون في ناس بتهرب اول ما تلاقي فريق مكافحه المنشطات وصل البطوله، تبص تلاقي البوله بتاعه اللعب فلان انسحب لانه كان تعبان، فلان مش بالصدفه يعني على طول ده بيتحط تحت بالصدفه كان تعبان وقت الكشف بالظبط كده. اول ما بنحس بهذا الكلام بيتحط تحت المنظار، احنا عندنا حاجه اسمها الانفستيجيشن او التحريات بتتم، ونعرف هو من انه نادي، من انه حته، معسكره فين، مكانه فين، ونبدا نروح ناخد منه عينه. ده حضراتكم مش فاضل لكم غير الضبطيه القضائيه وخلاص، هي الحاجه الوحيده اللي ناقصاكم هي فعلا الحاجه الوحيده. أوكي. الحاله الثالثه بقى ان احنا بناخد عينات من الرياضيين في بيوتها. أوكي. يعني حضرتك عندك اسم لاعب، عندك برنامج اسمه برنامج ادمز كده، برنامج كمبيوتر معقد للغايه، وبتتابع اللاعب في اي مكان في العالم، وعندك برنامجه بيبدا من 5 صباحا الى 11 مساء، وهو بيقول لك انا جاهز ان انا ادي العينه دي مثلا من 6 ل 7 الصبح او من 5 ل 6 الصبح. بيلاقي الراجل مراقب مكافحه المنشطات بيخبط له على الباب، يخش له ياخد منه العينه، وهو ما بيقدرش يقول لا. طب لو قال لا ياخد سنتين ايقاف قبل ما تتاخد العينه. اوكي، اصلا على طول. أوكي. لو اللاعب في مباراه وقلنا له تعالى ادي عينه وقال لا، مع السلامه، امشي، سنتين ايقاف في الحال. الكود الدولي عندنا نظم كل شيء الحقيقه، وورد فيه كل حاجه خاصه بالمنشطات، بالاحكام، بالاستئناف، بامتى ناخد عينه وامتى ما ناخدش عينه، ايه العذر المرضي الى اخره، كل شيء. ساعات كنا نسمع ان في يعني مثلا عشان حد يهرب من حاجه زي كده، مثلا لو هيتكشف عليه، لو هيتعمل له تحليل، يقال ان في حاجات معينه لو الشخص شربها ما يبانش مفعول المخدر او الماده المنشطه اللي هو تعاطاها قبل كده. فعلا بتساعد على عمليه تمويه يعني في التحليل. المواد مضره للبول هي اللي بتعمل طبعا المفعول. وهو كل الرياضيين عارفين الحكايه دي. اوكي، فلو المعمل بعت قال ان ده واخد ماده مضره للبول، بس يعني معناها ان هو ممكن يكون واحد عنده ضغط، والضغط تعرف لما بيروح للدكتور بيقول له ايه، انت لازم دلوقتي اديك ماده مضره للبول دلوقتي ايا كان مسماها. أوكي. عشان تنزل ميه وبالتالي ننزل الضغط. لكن الرياضي في الحاله دي هو كان بياخدها ليه؟ يا اما عنده ضغط عالي، يا اما عايز يقلل وزنه من كاتيجوري 90 مثلا ل 80 عشان ننزل ميزان معين. ده بياخد حكم سنتين. طب لو كان بقى رياضي واخد المضر للبول ده لاخفاء هرمون هو واخده مثلا، فالمعمل يبعت يقول ان ده ماسكينج ايجنت او ماده اخفاء، في الحاله دي ياخد 4 سنين اللي هي نفس عقوبه الهرمون اللي هو اخفاه.
فما تضحكش على الوادة وما تضحكش على الكود الدولي وما تضحكش عليه. لا ده في ناس خسرت مستقبلها نتيجة الأمور وخصوصا هم ناس يعني عارف لو مثلا من أول ناس ضايعة بيتعاطوا مخدرات أقول لحضرتك منطقي ما ده نمط حياته، لكن ده أنت راجل رياضي وبتنافس وبتمثل الدولة اللي أنت بتنتمي إليها. بمناسبة تمثيل الدولة كنا برضو بنتكلم أو أنا قلت في المقدمة إن في بعض الأحيان ممكن دولة بالكامل تحرم من المنافسة أو من المشاركة في بطولة من البطولات الرياضية زي ما حصل مؤخرا برضو مع لاعيبة روسية على حد ما أنا عارف. في شهر ديسمبر 2014 طلعت لاعبة روسية كانت لاعبة ألعاب قوة وكانت اتكلمت في التلفزيون الألماني وقالت إن أنا المدرب بتاعي بيديني منشطات. الحقيقة الوكالة الدولية قاعدة يعني صحية لكل شيء بيكتب وكل شيء بيتعرض في الميديا، وتاني يوم الساندي تايمز الإنجليزية قالت نفس الكلام. فبعتوا ناس من الوكالة الدولية عاشوا جوه روسيا من شهر ديسمبر 2014 إلى شهر نوفمبر 2015 حوالي 11 شهر، وبعدها صدرت قرارات صادمة للغاية لدولة روسيا. هذه القرارات صدرت في 2015 ولا زال أثارها ممتد إلى 2022. إيقاف المنظمة الوطنية الروسية اللي احنا بنطلق عليها كلمة الرسادة، إيقافها، وبما أنها تم إيقافها في الحالة دي لأنها غير ملتزمة يتم إيقاف النشاط الرياضي داخل الدولة. تم إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية، إيقاف جميع الاتحادات الرياضية الروسية، عدم المشاركة في أي أولمبياد أو أي بطولات عالمية تحت مسمى روسيا، عدم مشاركة الفرق الروسية بلبسها المميز، عدم وضع العلم الروسي على اللبس، عدم كتابة كلمة روسيا على اللبس، غير الغرامات المالية بقى اللي حضرتك تتكلم عليها يعني حدث ولا حرج. ده كان فضلهم شوية ويفصلوا روسيا عن الخريطة باللي حضرتك في حاجة بقى مهمة، عدم تمثيل الساسة الروس في أي نشاط رياضي خارجي. يعني أنا النهاردة طبعا بدءا من رئيس الجمهورية والنواب والوزراء والنواب وحتى الدومة مجلس النواب الروسي لو عايزين النهاردة نروح نتفرج على أولمبياد طوكيو مش من حقكم تحضروا أولمبياد طوكيو. طب دي مبالغة في يعني في لا في العقوبة؟ لا مش مبالغة. يعني ليه ما بيتمش إيقاف اللاعب المعني اللاعب اللي حواليه اللي هو عمل المشكلة؟ يعني في ضحايا هيبقوا ما لهمش ذنب، يعني في رياضيين تانيين بيمثلوا روسيا ممكن يشاركوا ولا بياخدوا حاجه ولا بيتعاطوا حاجه وعملوا التحاليل وزي كده. هيحصل ايه بقى في الحاله دي؟ اولا اتحطت انجلترا وصي على روسيا في مجال مكافحه المنشطات. يعني ايه؟ يعني اخذ العينات ما بيتمش من المسؤولين الروس، لكن بيجوا ناس من انجلترا ياخدوا عينات. العذر المرضي كان بيتم بيه المسؤولين الروس، بقى في ناس من انجلترا تيجي. خد بالك كل ده على حساب روسيا. حتى يعني موت وخراب ديار. ده في حاجات تانية، ده في 1,270,000 يورو، في 100,000 يورو. طب ما يوقفوا الاتحاد اللي حواليه لغط؟ لا، هي كانت الحكاية كلها كانت عملية ممنهجة بشكل كبير جدا. وبالتالي حتى هم شطبوا المعمل الروسي لأن لقوا فيه يعني كوربشن داخل المعمل، وبالتالي تم شطبه. طيب هتقول لي النهاردة في ولاد روس ما لهمش علاقة بهذا الكلام، أنا كدولة قايم بعملية الوصاية على روسيا اللي هي إنجلترا هتقوم بالتحليل وتثبت ان الولاد دول كلين نضاف تماما، ما تمش ايقافهم من قبل، وبالتالي هيشاركوا في اولمبياد طوكيو، ولكن للاسف هتبقى المشاركه تحت العلم الاولمبي وبدون عزف السلام الجمهوري الروسي، ولكن عزف السلام الاولمبي، والمشاركه في طابور هيسموه نيوترال او ناتشرال يعني حاجه طبيعيه بعيد عن روسيا. طب الكلام ده كلام خطير جدا. طبعا طبعا. وبعدين في نوع من يعني مش عايز اقول في كلمه كده صعبه قوي، هو انا شامم ريحه سياسه في القرار. لا، ما فيهاش سياسه. امال ايه؟ الجرم كان كبير جدا. وهذا عايز اقول لك على حاجه، في اولمبياد ريو دي جانيرو حللوا للرياضيين الروس وكل الرياضيين اللي لعبوا في اولمبياد لندن 2012 واولمبياد بكين 2008 فطلعت فيهم عينات ايجابيه وكانوا واخدين ميداليات. ايه اللي حصل؟ اتسحبت منهم ميداليات وتعاطت للي وراها. فكان الحقيقه ده كان مكسب كبير قوي للاعيبه رفع اثقال مصريه، ولاعب رفع اثقال مصري نط واخد اماكن الناس اللي هي طلعت عيادتهم كده. هيتم في اولمبياد طوكيو 2021 سحب تاني وتحليل عينات 2012 و2016. هتقولي طب ليه 2012 و2016 وليه مش 2008؟ لان العينه بيه بيتم الاحتفاظ بيها لمده 10 سنين في المعمل، اكتر من كده بيتم اعدام. اوكي، طيب احنا يعني في معظم الاحيان لما بنلاقي ان في جدل او ان في مشكله ليها علاقه بالمنشطات غالبا ما بتكون يعني المرجعيه بتاعتها تعاطي اللاعب لدواء معين او ماده محظوره موجوده ضمن المواد الفعاله الموجوده في دواء معين. لكن هل وارد، واعتقد ان دي برضو حصلت قبل كده، ان ممكن حد يكون بياكل اكل عادي ما فيهوش اي حاجه يبقى بالصدفه من ضمن المواد المستخدمه في عمليه الطهي ماده ما مدرجه في القايمه اياها اللي احنا بنتكلم عليها؟ الحقيقه حصلت عندنا في مصر هنا من 2016 ان كان الكبده اللي بتتباع في الشوارع فيها هرمون، والهرمون ده
كان مدرك في قائمة المحظورات. لا يا فندم، تكلم حضرتك تكلم جد في الكبدة. أنا بتكلم جد. يا نهار أبيض. ده أنا ما ينفعش حد يحلل لي ده، لو كان نص الكبدة الإسكندراني اللي في البلد. ما خد بالك بس الكبدة مهلا أماكن معينة، عندك هنا أماكن في رمسيس وفي غيره وفي غيره وفي غيره، واخد بالك يعني عشان بس ما نعملش دعاية للزين. واخد. يا نهار أبيض. اللي حصل إيه؟ إن هي كانت لاعبة. واخد سندوتش كبده او اخد سندوتش لحمه او كمان اللحوم المصنعه، احنا الحقيقه بنحاول ان احنا نبعد رياضيين عنها، وراحت وهي هناك في المعسكر جم خدوا منها عينه. فطلعت العينه ايجابي. فاحنا اللجنه اللي عندنا اللي هي لجنه السماع والعقوبات اعطتها سنتين ايقاف، فهي قدمت استئناف قدام لجنه الاستئناف الوطنيه، نزلت العقوبه من سنتين الى 6 شهور. أوكي. وده بيني وبينك غلبان يعني، اللي هي يعني صعبين علينا كلنا وعلى اللجان والى اخره. لما رفعنا الامر للوكاله الدوليه راحت رفع علينا قضيه في المحكمه الرياضيه الدوليه، ورفعت العقوبه من 6 شهور ل4 سنين. اوف. احنا إيه بعدها كرينا، بدل ما كانت حاله واحده بقينا 6 حالات في مصر. ابتدينا نعمل سيرش، لقينا ان احنا الدوله الوحيده في العالم اللي عندنا هذا الكلام، وبالتالي احنا ابتدينا نجري على الوكاله الدوليه، لان احنا اعتبرنا ان ده يعني عمليه صعبه للغايه. فعرفنا ان الهرمون ده بيتعاطى في المكسيك، امريكا، كندا، الصين، البرازيل، ومع ذلك مفيش اي حاله ايجابيه. هو اللي بيحصل ان حضرتك النهارده لما تيجي تهار من الحيوان بتدي له الهرمون ده، ده بيزود كميه اللحم ويقلل كميه الايه الدهون. فيزود الايه الوزن بتاعه، يقول لك يرمي وزن. ففي الحاله دي الهرمون ده بينتقل من لحم الحيوان الى الانسان دون ان هو يموت، لا بالتجميد في الثلاجه ولا بالغليان اثناء الطبخ. طيب عشان ما يتنقلش، ايه اللي بيحصل؟ المفترض انك انت بتسيب الحيوان لمده 15 يوم وتذبح بعد كده، مش هتلاقي له اي اثر. لكن هنا احنا بنهرب من الحيوان وبعدها مثلا بتاعت 4 أيام بنذبح، يبقى لازال لسه الهرمون موجود في جسد الايه الحيوان بقى يعني الانسان. ايقاف 4 سنين عشان سندوتش كبده في الاخر. عندنا حاجه اسمها ستريكت لايبيليتي برينسيبل، او مبدا الصرامه في الكود الدولي. اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه من اكل وشرب وعلاج. ايوه بس هو اللاعب هيحلل الماده اللي بياكلها؟ مش هيحلل، ولكن هي الحقيقه ما دي اللي كان خلانا ان احنا نتحرك. فاحنا كنا طالبين وقتها ان حد معانا هنا يقول ايوه فعلا احنا بنعمل الهرمون ده، ولكن الحقيقه ما كانش فيه مسانده. احنا بجهودنا الذاتيه يعني، احنا مش هنقول احنا عملنا ايه بالظبط، قدرنا ان ربنا وفقنا واثبتنا الوكاله الدوليه. سحبتوا سندوتشات الكبده من السوق يا فندم؟ لا لا، اشترينا كبده وحللناها وطلعناها عينات ايجابي، واخد بالك؟ وبناء عليها تم يعني رفع الايقاف عن كل الولاد اللي كانوا موجودين، هم كانوا 6. ويا رب بس يجعل كلامنا خفيف على الكبده، لحد دلوقتي ما ظهرتش لسه حالات جديده. ربنا يصلح الحال. ايوه ربنا يصلح الحال. ربنا يستر. طب انا برضه عايز اسال حضرتك ان برضه كان من فتره كده سمعنا يعني كان في لغط كده حوالين اتحاد رفع الاثقال، وان كان في كذا حاله برضو يعني حصل معها اللي احنا بنحكي فيه ده، فالملف ده وصل لفين يا دكتور؟ بص سيدي، هو رفع الاثقال ده الحقيقه يعني اتحاد غلبان جدا في نظري يعني انا. يمكن في ناس تانية اللي هم انت عارف هم واعيين مع بعض وبيخبطوا في بعض والى اخره. في 2016 احنا عملنا تحليل ل 37 لاعب ولاعبه كانوا عاملين معسكر في فيوم، فطلع فيهم حالتين ايجابي و35 حاله سلبي. بعدها باسبوعين كان في بطوله افريقيا هنا في مصر، فالاتحاد الدولي ما رضاش يخلينا احنا ناخد عينات، وبعت ناس من عنده حللت، فطلع فيه 7 حالات ايجابيه بماده واحده. وعلى فكره دي كانت غريبه. ليه؟ لان مفترض النهارده لما نحب احنا يعني رياضيين وبنلعب، حضرتك بتاخد هرمون شكله وانا شكله والثالث شكله والرابع شكله وهكذا، لكن ان السبعه يطلع الماده بتاعتهم واحده، ده كان كلام غريب قوي. طب اللي حصل بعدها ان الولاد دي تم ايقافها في 31 يناير 2016، ينتهي ايقافهم في يناير 2021. دول انتهى ايقاف. بعدها بسنتين الاتحاد الدولي يعني هي انا بعتبرها مؤامره، ما بعتبرهاش ان هو فاق، شكل لجنه اندبندنت كوميتي اللي هي لجنه مستقله. واللجنه دي عملت ايه؟ رجعت على مصر واعتبرت ان ال7 حالات دي ايقاف، لابد من تغريم مصر غرامه ماليه $200,000 بلس انك انت توقفني سنتين. طب لما انت عايز تديني حكم، كنت عطيتني الحكم ده من وقت ما طلعتنا حكم الولاد. يعني كنا احنا وقفنا طبعا الولاد ديا، وقفنا واعطينا الغرامه الماليه على مصر، ولو مصر ما دفعتش اروح جاي اعطي لها الايقاف. طب فايقاف مصر ينتهي في سبتمبر 2021. وجت بقى الموضوع الثاني اللي هو كان في سبتمبر 2019 في البان افريكان جيمز اللي هي كانت في المغرب، بيحللوا الولاد، طلع فيه 6 واخدين ال6 ماده واحده، ولكن هذه الماده ما تنفعش للاعب رفع الاثقال. دي عايزه واحد بيلعب سباحه، بيلعب العاب قوه، بيلعب الحاجات اللي فيها ايه سرعه رد فعل، ولكن الراجل بتاع رفع الاثقال ده محتاج حاجات تدي له ايه بناء عضلات طبعا. فالماده دي ملهاش فايده. فكان في 6 من الولاد دول، وده اعتبروا ان في حسن نيه يعني، او ان هي لحد دلوقتي فيها حسن نيه. واحنا قلنا ان احنا طبعا دولت مش، لان ده ايه
غالبا ده مكمل غذائي لان هم 17 لاعب وال17 بياخدوا من عدد من العبوات. انا عايز ادي بس هنت كده لزمايلنا الرياضيين ان المكملات الغذائيه غير امنه. 66% من هذه المكملات ملوثه بهرمونات واي مواد محظوره. لا ده احنا هنا لازم نعمل وقفه يا دكتور بعد اذن. احنا بنتكلم من اول الحوار احنا بنتكلم على الرياضيين بالشكل الكلاسيكي اللي هو اسمائهم مدرجه في قوائم معينه وتابعين لاتحاد معين لرياضه معينه، لكن انت عندك كميات كبيره جدا من الشباب اللي هم مش بينتموا لنادي بعين ولا بيلعبوا رياضه معينه بس بيروحوا الجيم باستمرار. وحضرتك عارف بقى فتحت الفورمة عشان الفورمة فتحت موضوع صعب لا قوي. ده بس خلي بالك حضرتك ده يهم ملايين البني ادمين. عايز اقول لحضرتك ان وزير الصحه الاسبق مش هقول سنه كام يعني قال ان نسبه العقم بين الشباب المصري 30%. نسبه العقم لما تبقى 30% وانا عندي شباب مصري 65 مليون يعني 19.5 مليون شاب وفتاه أصيبوا بالعقم نتيجة إيه؟ تعاطيهم المواد اللي موجودة جوه المكملات الغذائية. 66% من المكملات الغذائية ملوثة، 34% سليمة. لو أنا حطيت 100 عبوة قدام حضرتك كده، أنه فيهم الملوثة وأنه فيهم السليمة؟ مش تعرف، هي باي لك كده. والحقيقة باي لك؟ طبعًا. مش باي لا 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 يا فندم لا اللي مكتوب على العبوة المواد الإنجريدينت الموجودة بره حاجة والماده المحظوره اللي جوه حاجه تانية عشان كده احنا بنقول عليها كونتامينيتد او بوليوتد. ليه؟ لان لو كانت مدرجه كانت المصنع هيعمل ايه؟ هيكتبها. طب ليه ما بيبقاش بالتنسيق مع وزاره الصحه؟ ليه ما يكونش فيه او حتى يتم الاعلان عن المكملات الغذائيه معينه النوع ده او الانواع دي يا شباب امنه خدوها ومصرح بيها من وزاره الصحه؟ لابد ان يبقى مرخص او مسجله او مصرح بيها من وزاره الصحه. انزل حضرتك كده اي مول من المولات الموجوده او الصيدليات او المحلات وهات اي عبوه موجوده قدامك دي ولو لقيت عليها مصرح او مرخص او مسجله يبقى كويس. كل ده داخل تهريب او داخل بصحبه راكب وبالتالي ما حدش عارف ايه الكونتنت بتاعتها فبياخدها اللاعب وهو حظه، يا تطلع من 66% اللي هي الكونتامينيتد او الملوثه، يا تطلع من 34% اللي هي السليمه. ولو طلعت من 66 يعني غالبا اول انعكاس سلبي ليها هيكون عقم. لا ده اول حاجه احنا في عندنا الضعف الجنسي ادي واحد، اثنين العقم، ثالث حاجه واخطرهم اللي هو السرطان. اوف. لانك بتلعب في هرمونات الجسم. دي نقطة في الكلام في الموضوع ده كتير ودي نقطة خطيرة جدا. ويا ريت يعني احنا بنطلب من الاعلام لان انتوا بصراحة كإعلام مسموعين ومتشافين من عدد كبير جدا من مش من الرياضيين بس من الناس كلها انها تصل الى الرياضي او للشاب. في واحد يقول لك ايه طب ما انا هو بقالي سنين اهو باخد اهو ومفيش حصلليش حاجه مثلا. ما انت على اللونج ران هتبص تلاقي نفسك انك النهارده اصبت بضعف الجنسي. ده النهارده لما الجهاز المركزي للتنظيم للتعبئه العامه والاحصاء يطلع لك ان انت عندك 22 55000 حاله جواز فيهم 11000 حاله طلاق في الشهر الاول من الجواز يعني 22% دي نسبه عاليه جدا. طبعا عمر ما كان الشهر الاول هيبقى خلاف مادي ولا خلاف للاكل او خلاف في الاكل بطبيعه كلها بتبقى خلاف جنسي طبعا نتيجه تناول المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه عشان تبقى سليمه لابد من تحليلها ولابد من ان الباتشات اللي هي جايه دي بالكامل تتحط تحت المراقبه الدقيقه ويتقال ان ما فيهاش هرمونات ولا اي مواد محظوره. احنا الحقيقه هنا لجأنا لاحد المعامل المركزيه هنا في مصر اللي هي تابعة لوزاره الزراعه وطلبنا منهم ان هم يحللوا لنا بعض المواد اللي هي المكملات الغذائيه. قالوا لنا هو الموجود عندهم بس الهرمونات لكن بقيت لسه قائمه المحظورات ما هياش موجوده عنده. يبقى في الحاله دي مش هينفع لان هو ممكن ما يبقاش فيها هرمون ولكن ملوثه بماده ثانيه زي ولادنا بتوع رفع الاثقال اللي كانوا سقطوا في المغرب بالموضوع ده. طبعا فدي طبعا عمليه صعبه جدا. ده موضوع في منتهى الخطوره طبعاً. لان يعني اكيد حضرتك تعرف يعني العشرات من الناس اللي بيروحوا بشكل منتظم للجيم وبياخدوا مكملات غذائيه معتقدين بالخطا ان هي امنه. بلاش نفتح موضوع الجيم عشان ده عايزه قاعده لوحده عشان ما نخشش في حاجه ثانيه ان بتتباع فيه بودره السيراميك وبودره السبيداج على انها مكملات غذائيه والعبوه كده معاها بودره سيراميك. امال ايه؟ طبعا دي بقى اللي هتعمل عقم ولا حاجه دي الحمد لله بتخش على السرطان على طول. يا ساتر يا رب. اللهم احفظنا جميعا. يعني الحقيقه كلام حضرتك شيق ومفيد جدا وبتمنى يعني لو وقت حضرتك يسمح ان احنا ان شاء الله نكمل حوار في اقرب فرصه لان الحقيقه كل النقاط اللي حضرتك بتتكلم عليها كلها اهم من بعض الحقيقه. فانا بشكرك جزيل الشكر دكتور اسامه نورتنا. شكرا. وهستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نستكمل فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.
شخصية البطل الأهلاوي لها سمات خاصة يتوارثها جيل بعد جيل لحسم البطولات والفوز في مختلف المنافسات في جميع الألعاب. أبطال الأهلي دائما يتألقون في المنافسات بقوة وتحدي وإصرار حتى الوصول للهدف، وهو الوقوف على منصة التتويج. هكذا فعل الثنائي القلعة الحمراء في منافسات ألعاب القوى بسنت طارق ونجلاء عبد ربه، اللتان دخلتا في تحديات عديدة لتحقيق لقب بطولة الجمهورية. احتفال اللاعبتين ببطولة الجمهورية انتهى بمجرد تتويجهما بلقب البطولة لتبدأان تحديات ومنافسات وانتصارات جديدة في مشوارهما. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده لعشرة الصبح في الاهلي، وفي هذه الفقره بالتحديد منورين الدنيا معانا بطلتين في العاب القوى بالنادي الاهلي، حاصلات على بطوله الجمهوريه مؤخرا، بسنت طارق ونجلاء عبد رب. وصباح الفل عليكم، الف مبروك بطوله الجمهوريه، انتم منورينا ومشرفينا ومغرقين لنا الترابيزه، شهادات تقدير تلاقوا ميداليات موجود كله تمام، مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وعايزين نعرف منكم بقى يعني طبيعه المنافسه كانت ازاي، يعني اللقاءات او اللحظات اللي ما تتنسيش في البطوله دي بصفه خاصه بالنسبه لك انت يا نجلاء. انا بالنسبه لي اللحظات اللي ما تتنسيش اللي انا ببقى لاخر الماتش مش كسبانه يعني واقف اخر محاوله ليا اللي هو اكسب، يعني اللحظه دي عندي ما بتتنسيش. بيبقى عكوسات مثلا ولا ما تبقيش انت حاسباها مظبوط او انت لا، هو ممكن كده. بيبقى مثلا بيحصل دروب في التكنيك بتاعي وانا بدور او كده بيخليني مش عارف ارمي كويس وكده، وبعد كده الكابتن بيصلحولي بيقول لي الغلط بتاعي فببدا اصلحه واحده واحده لحد ما اقدر اعمل يعني المحاوله اللي تكسبني. وانت يا فسانت كان بالنسبه لك الحصول على المركز الاول مشوار سهل ولا كان فيه صعوبات؟ لا بصراحه يعني كان مشاكل كتير واصابات ومشاكل في التكنيك محتاجه تتظبط يعني كده حاجات كتير. طب انتوا مبدئيا عايز اعرف يعني بناء على ايه اخترتوا القرص والجله؟ يعني ليه اخترتوا العاب القوه بصفه خاصه؟ انا بابايا كان بيلعب قبل كده وكان يعرف كابتن عيد وتواصل معاه ورحت اتمرنت وقال لي ان انا هكون احسن في القرص يعني مستقبلي يكون فيه احسن. ما فكرتيش يعني انت بصفه خاصه بسم الله ما شاء الله عشان طويله فممكن جدا تبقي بتلعبي حاجات زي الفولي زي الباسكت؟ كنت بجرب في حاجات بس مش بكمل على طول يعني، جربت شويه فولي جمباسه بقى المدرسه مثلا حاجات كده بس مش بكمل فيها. لقيتي يعني نفسك في العاب القوى. اوكي، وانت بالنسبه لك بقى يعني الجله اشمعنى الجله؟ لا هو انا اصلا ما كنتش عارفه يعني ايه جله ولا اي حاجه، كنت ماشيه في النادي عادي لقيت الكابتن اللي بيمرن اخويا اسمه كابتن عبد النعيم بيناديني وبيقول لي انت 2000 وكام وكده، فانا جاوبته وبعد كده واخدني قدام الكابتن عيد وبدات اجرب، وكنت في الاول مش حابه الموضوع يعني بس بعد كده واحده واحده بدات اجيب بطولات وكده فحبيت الموضوع قوي واستمريت بقى. لقيتي نفسك بطله مش مجرد لاعبه والسلام. بتستعدوا ايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ انا ان شاء الله نفسي في الفتره الجايه، انا باخد خطوه خطوه، في الفتره الجايه انا نفسي قوي ابقى بطله عرب وبطله افريقيا. اوكي، وفي بطولتين يعني في بطولات جايه ان شاء الله في الاطار ده ولا انت مجرد بتتمني يعني هذا الامر يعني وخلاص؟ في كلام هي لسه مش اكيده قوي بس ان شاء الله تبقى تتنفذ يعني. اوكي، كان في برضه هل عندكم انتوا كمان مريتوا بفترات توقف نتيجه الكورونا، ما كانش في تدريبات ما كانش في معسكرات، توقفتوا قد ايه؟ احنا توقفنا اكتر من 5 شهور تقريبا. 5 شهور بس واضح ان ما شاء الله يعني فتره التوقف دي ما اثرتش عليكم بدليل حصولكم على المركز الاول. عشان احنا لما رجعنا التمرين يعني شدينا شويه اكتر وعملنا فتره اعداد اكتر وكده، فعشان كده اوكي يعني عوضنا الفتره اللي قعدناها. حلو. طب يعني على صعيد الرياضه دي بصفه خاصه نسائيا البنات اخبارهم ايه؟ يعني فريق السيدات او فرق السيدات المصريه في العاب القوه واصلين لفين لو قارناهم باللاعبات الدوليات؟ احنا واصلين لفين في الحته دي؟ هو يعني في بنات بتشارك في يعني نعم ما بنجيبش مراكز عاليه مش بنبقى في اول 3 ميداليات مثلا، ولكن بتبقى في مشاركه في بطوله العالم الاولمبيات ممكن نوصلوا للتاهيل كده يعني. طب وليه مش بنعدي مرحله التاهيل؟ ليه مش واصلين لمرحله ان يكون عندنا بطلات واسمهم اسمائهم معروفه وبيشاركوا بمنتهى القوه في كل الفعاليات الرياضيه العالميه؟ ممكن بقى مثلا محتاجين تمرين اكتر، محتاجين حاجات يعني ينموا من نفسهم اكتر. هو في عموما نواقص لو اتوجدت الوضع هيختلف كتير؟ يعني انتوا بتعانوا من ان في مشاكل معينه
لاحظتوا ان هي ثابته الفتره اللي فاتت؟ يعني ايه المشاكل اللي انت بتواجهيها مثلا؟ يعني احنا مؤخرا مثلا غيرنا الملعب اللي احنا بنتمرن فيه، ضبط المواعيد، ما بنتمرنش ممكن كفايه يعني كده. طب وليه مش بتتمرنوا كفايه طالما اللاعبات موجودات والمدربين موجودين والملاعب موجوده؟ طب ناقص ايه عشان يبقى فيه تدريب دولي؟ ولا برضو عشان كورونا؟ الفتره الاخيره كانت عشان كورونا، يعني كانت الاوضاع مش مستقره قوي لسه. أوكي. مش كل الاعداد بتنزل، بننزل المجاميع قليله عشان الكثافه كده يعني. اوكي. طب الرياضات دي سواء الجله او القرص، هل محتاجين نمط حياه كامل معين، مش بس نظام غذائي يعني عشان تتالقي وتبقي بطله في الرياضه؟ أنا بالنسبه لي ايوه. ايه بقى يعني انت نمط حياتك عامل ازاي؟ يعني انا مثلا بحاول اجي على، يعني بحاول اجي على دروسي شويه واعوضها في يوم تاني. بحاول يعني اعمل، يعني اغير حياتي، لو في مثلا خروجات او سفريات وكده بدوس على نفسي بقى وما بروحهاش عشان خاطر التمرين وكده. انت مبدئيا كده بتدرسي ايه؟ انا في اولى ثانوي عام. اوكي. وانت من وانا كمان اولى ثانوي. ما شاء الله جميل. بس يعني عارفين تظبطوا الحكايه دي، فكره ان انت ممكن يبقى وراكي تدريب او معسكر او سفريه او بطوله وفي نفس الوقت انت عندك امتحان، بتتصرفوا ازاي في الحاله دي؟ انا يعني بكلم الكابتن ومثلا بقول له عندي امتحان الساعه كذا واخلص الساعه كذا، وهو مثلا بيظبط معايا اجي التمرين امتى. أوكي. هعرف الحق التمرين ولا لا او كده. وانت اتصلت الدنيا ماشيه معاكي كويس في الحته الحمد دي؟ الحمد لله. يعني على حسب، عندي بطوله ممكن اقصر شويه على الدراسه، عندي امتحانات اقصر شويه في التمرين، يعني بحاول اوازن. بس دايما بنسمع ان يعني الشخص المتفوق رياضيا غالبا ما بيكون متفوق دراسيا كمان. الحمد لله. يعني انتوا واصلين لفين في الحته دي؟ يعني يعني لا انا غالبا في الاوائل على طول، يعني او تاني بكتير ثالث. الحمد لله زي الفل. انا الحمد لله. طمنيني عليك. لا لا كويسه والله شاطره. عموما ادينا هنتاكد. احنا معانا على التليفون الاستاذ ياسر فتحي مدرب العاب قوه بالنادي الاهلي. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك، منورنا. السلام عليكم. صباح الخير عليك استاذ كريم، صباح الخير على البطله بسنت والبطله نجلاء، وصباح الخير على الاهلي جميعا. صباح الفل على حضرتك. طبعا احنا عايزين نتكلم معاك بقى عن البطله نجلاء والبطله بسنت، يعني البطلات في النادي الاهلي في العاب القوه، يعني عموما الى اي درجه احنا في الاهلي متميزين في هذه الرياضه؟ الى اي درجه احنا بنحصل، يعني احنا واحنا قاعدين مع نجلاء وبسنت ما شاء الله زي ما حضرتك شايف معانا كده كميات وافره من شهادات التقدير والميداليات. دي اشاره كافيه لان احنا متفوقين على صعيد العاب القوه في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. النادي الاهلي قلعه كبيره، في ابطال كتير طبعا، في النادي الاهلي بطولات على مستوى الافريقي طبعا، في ريم احمد عبد الله، ومش هننسى طبعا شهاب طبعا بطل افريقيا، وفي محمد مجدي حمزه تأهل الاولمبياد والبطل دوت عبر افريقيا. فاكيد طبعا النادي الاهلي مليء بالابطال ومليء بالانجازات يعني. ومع هذا كابتن ياسر، يعني انا في كلامي مع نجلاء وبسنت يعني قالوا لي ما معناه ان احنا على الصعيد العالمي دوليا احنا واصلين لمرحله مش متقدمة، أو مش هقول لك متدنية بس أضعف الإيمان، أقل حاجة مش متقدمة قوي. ليه؟ لا لا لا، النادي الأهلي عنده لعيبة دولية وعنده لعيبة عاملين أبطال عالم. أنا مش بتكلم عن النادي الأهلي، أنا بتكلم عموما على الرياضة دي النسائية منها بصفة خاصة، إحنا واصلين فين على مستوى العالم؟ إحنا لسه بصراحة يعني دول لسه ناشئات، فبإذن الله بنطمع يعني إن شاء الله الفترة الجاية نوصلهم على المحطة الأفريقية الأول، وبعد كده منها إن شاء الله على المحطة العالمية. تمام. وبرضه مين اللي حضرتك لما تشوفه تقول او لما تشوفها تقول انت تصلحي لرمي القرص، انت تصلحي للجله؟ هل بيبقى المواصفات الجسمانيه فقط؟ اكيد طبعا مواصفات جسمانيه. حضرتك انت شايف طبعا بسنت ما شاء الله ربنا يحفظها، وشايف نجلاء بسنت ما شاء الله طويله واطرافها عريضه، لكن نجلاء كيوت كده صغنطوطه كده، يعني زي ما تقول من دملكه في نفسها، فدي بيبقى معلش يا نجلاء حلو مدملكه في نفسها بالظبط كده. فده ففي مواصفات جسمانيه بتفرق من لاعب عن لاعب، يعني ده بيبان ده بيلعب ايه وده بيلعب ايه. تمام. عايزين اي حاجه من كابتن ياسر؟ لا فرصه، هو معانا على الهواء، هو مسبوق معانا على الهواء. اي سؤال اي استفسار كابتن ياسر؟ احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. صباح الفل عليك، نورتنا. صباح الخير عليك. صباح الخير على صباح الفل يا فندم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب لو ما كنتوش بتلعبوا العاب قوه كنتوا هتختاروا رياضه ايه؟ انا طايره، يعني لعبتها وانا صغيره شويه وكنت حباها قوي. وانت بالنسبه لك يا نجلاء؟
الصراحه كنتش هلعب يعني، لان انا مش كان موضوع الرياضه وكده مش في دماغي. امال مين اللي حطه في دماغك؟ مين اللي زقك؟ انا اول ما دخلت وبدات ولقيت نفسي حبيت الموضوع يعني، وحبيت المنافسه ولقيت نفسي بجيب بطولات وكده، فقلت اكمل وحبيت الموضوع قوي بقى، فحبيت اكمل فيه. يعني في حاله مثلا تعرفنا ان الوالد كان رياضي سابق وبيلعب برضو العاب قوه، انت في حالتك يا نجلاء مين اللي دعمك؟ مين اللي بيشجعك في اللي طبعا مامتي وبابايا واخواتي وخواله برضو بيقفوا معايا كتير، وتيتا، ناس كتير قوي. ما كانوش خايفين عليكم الاهالي من فكره ان انتوا بتلعبوا رياضه؟ يعني برضو ممكن يبقى وارد يبقى فيها اصابه، وارد يبقى فيها مشكله، هل ترددوا ولا انت في حالتك اتسنت الوالد ده؟ هم كانوا اوريدي مجربين وعارفين، ما عشان مجربين وعارفين ممكن يبقوا مشفقين عليكي من ده. لا هو بصراحه بيشجعني طول الوقت يعني، ومامتي كمان. فلا يعني ما حصلش معاك ان حد كان؟ لا ما. اوكي طيب، وعالميا هل بتتابعوا مثلا دورات الاولمبيه؟ بتتابعوا؟ هل عندك مثلا نموذج يحتذى بيه بالنسبه لك في رياضه الجله او في رمي الجله؟ هو انا عارفه واحده بس مش فاكره اسمها قوي، بس هي عندها 21 متر ما شاء الله يعني. هي بطلة عالمية. 21 متر. وانت الرقم بتاعك كام بالمناسبة؟ انا الرقم بتاعي اللي متسجل حاليا في الاتحاد 13 حاجة. 13 وكسور. 13 32. اوكي، وانت بالنسبة لك بقى في رمي؟ في بطلة العالم الحالية هي اسمها ساندرا بريكوفيتش عاملة 72، في بطلة امريكية اسمها فيلمن عاملة 71 ما شاء الله. طب احنا عشان نوصل زيهم يعني، هل في مساحة الى جانب ان لو في نواقص تستكمل فده اكيد هيدعم الرياضه، لكن على الصعيد الشخصي يعني هل لما بتتفرجي على اللعيبه اللي انت بتقولي اسمائهم دول، هل ده بيديكي دافع بتبقي عايزه توصلي زيهم؟ يعني بتتابعيهم؟ بتتابعي تطورهم؟ بتهتمي مثلا ان انت تعرفي نوع وشكل التدريبات بتاعتهم؟ بياكلوا ايه؟ بيشربوا ايه؟ طبعا دي بتبقى مهمه برضو ان انت تعرفي الدنيا ماشيه ازاي. اكيد حتى لو مش هنفذ حاليا، على قدام شويه لو ما اوصل لنفس السن، بس لازم اكون واخده خلفيه على الاقل. اوكي، هل من ضمن الخلفيات اللي انت خدتيها قبل كده اكتشفتي ان في حاجات معينه انت ما بتعمليهاش خالص وده مش مظبوط، ان انت لا او العكس حاجات بتعمليها والمفروض ما تعمليهاش لان ده بيأخر لك تفوقك؟ يعني مثلا تمرينات معينه في الحديد، حاجات سبيشالات معينه مش بننفذها كلها كده يعني. وانت بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي اللي انا يعني بتابع وكده، ممكن بس بتفرج على التكنيك بتاعهم، لو انا عندي مثلا غلطه الكابتن بيصلحها لي في التمرين بكونش عارفه اعملها قوي، بروح اتفرج على يعني الناس اللي هم ابطال عالميين البنات وبشوف التكنيك بتاعهم ماشي ازاي وكده، وبحاول اعرف اعمله يعني. تمام. طب انتوا زي كره القدم كده في مساحه للاحتراف ولا في العاب القوى مفيش كده قوي؟ انا ما اعرفش حد بصراحه اعترف، بس اكيد يعني اكيد في مجال. يعني انت ما فكرتيش في المسمى ده؟ لا، فكره الاحتراف، فكره ان انت تبقي بتلعبي يعني، وخدتي اي خطوه تجاه ده ولا الكوره مش في ملعبك؟ لا ما لا. ليه؟ بس يعني اتمنى ده، بس انا ما خدتش خطوه لده دلوقتي. ايوه، ليه بقى ما خدتيش الخطوه دي؟ ما مش عارف اعمل ده يعني، مش عارف اعمله ازاي دلوقتي. ما مش بيبقى فيه مثلا، ممكن يبقى فيه تنسيق مع الاتحاد، تنسيق مع النادي نفسه؟ انا ما اعرفش بصراحه. طب انت يا نجلاء فكرتي في الموضوع ده قبل كده؟ الاحتراف ده انا حاسه ان انا لسه بدري شويه يعني عشان احترف او كده، وبعدين بس البدايه واعده ومبشره. وبتقول ان انتوا ما شاء الله عليكم مراكز يعني اولى، مركز اول في رمي الجله ومركز اول في رمي القرص، فدي نقطه انطلاق ممكن يعني ما تعرفوش تاخدكم لفين بعد كده لو انتوا اهتميتوا بالرياضه فعلا واهتميتوا بالتمرينات بتاعتكم. عموما احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، انتوا نورتونا وشرفتونا، ويا رب ان شاء الله نتقابل مره ثانيه معانا بقى كؤوس كمان المره ان شاء الله. نورتوا الدنيا، اهلا بيك. هنستاذن حضرتك ونطلع فاصل سريع ونرجع بقى نختم معاكم باخر فقره حواريه في حلقه النهارده. اتفضل.
يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه في 10 الصبح في الاهلي، اخر فقره حواريه في حلقه النهارده. والحقيقه الاهلي كالعاده يعني في كل فرقه الرياضيه دايما كل اللاعبين اللي بينتموا لهذا الكيان المحترم عينهم دايما على البطوله، عينهم دايما على المركز الاول، في اغلب الاحيان مش بيعترفوا بان في حاجه اسمها مركز ثاني. احنا معانا ومنورنا بطلتين من فريق الناشئات سله النادي الاهلي، حور محمود وفرح حسام اللي حصل مؤخرا على لقب بطوله الجمهوريه. صباح الفل عليكم. صباح النور والف مبروك البطوله. الله يبارك في حضرتك. حور مبدئيا ده اسم فرعوني صح ولا أوه. ايه بمعنى ايه؟ هو اللي انا اعرفه يعني ان هو حور العين وحور الجنه. ما شاء الله اسم جميل، اسم جميل. انتوا منورين الدنيا. تاني مبروك على البطوله، وعايز اعرف منكم بقى مبدئيا مشوار البطوله دي كان عامل ازاي واصعب مباراه فيهم على الاطلاق. نبتدي معاك يا حور. ماشي. هو طبعا كان صعب، يعني احنا كان محطوط علينا بريشر ان احنا لازم نكسب وكل الفرق جامده، ما كانش عندنا فرق اللي هو سهله او هننزل اللي هو يبقى ماتش سهل وكده، لازم نحترم كل الفرق. والحمد لله احنا ادينا وكسبنا، بس اصعب مباراه كانت الصيد اللي هو احنا معروف ان هو احنا اول وتاني، اللي هيخسر فينا هيبقى تاني واللي هيكسب اول. طبعا اللي هو كلنا نازلين بقى لا احنا لازم نكسب وروح وكده، بس الحمد لله ربنا كرمنا ويعني كسبنا. انت بالنسبه لك يا فرح برضو مباراه الصيد هي الاصعب؟ اصعب ماتش يعتبر، عشان طبيعتنا يعني ان احنا لازم ناخد اول، ما عندناش كتير احنا ناخد تاني، فاحنا اول دي حاجه مهمه بالنسبه لنا. النقطه دي بقى هستاذنكم عايزين نقف عندها شويه، لان انا متخيل انا حاطط نفسي مكانكم، فكره ان مش وارد تاخدوا مركز تاني. طب طالما اشتركتوا في بطوله من البطولات لازم المركز الاول، فكره ان لازم المركز الاول دي بتشكل ضغط؟ هل هي عيب ولا بتكون حافز؟ يعني هل فيها جانب يعني مش مريح ولا بالعكس هي كلها طاقه وبتديكوا حافز؟ لا لا هو حافز طبعا، لان معروف ان النادي الاهلي يعني على طول اول، احنا كل الفرق حتى ما نفكرش ولا لا تاني، لا بنبقى نازلين هو لا احنا لازم اول واحنا احسن فرقه، ده اللي احنا بنبقى عارفينه يعني، بس ما حدش بيحط علينا اي بريشر خالص. وانت يا فرح مش بتحسي باي ضغط نتيجه؟ لا هو حتى الكابتن دايما دايما قبل الماتش بيقول واثق فينا واحنا هنأدي كل حاجه بنعملها في الماتشات زي كل مره. هو لا الحمد لله لا ما فيهاش اي بريشر. عايز اسالكم برضو دراسيا، ان انتوا بتدرسوا ايه، في اي مرحله تعليميه؟ دي كانت ناسيه انها بتتعجب. اسمع معانا يا فرح ابو سيد. لا اصلا ما امتحنتش بقالي كتير الحمد لله. في اولى ثانوي ثانيه ثانوي. وعارفين تمشوا حالكم برضو؟ نفس السؤال كنت بساله من شويه في الفقره اللي فاتت، برضو كان معانا بطلتين في العاب القوه، فكره الموازنه ما بين الدراسه والتفوق الدراسي وبين التفوق الرياضي، برضو مهندلين الموضوع ده ازاي؟ لا انا عندي موضوع صعب شويه، عشان انا ما بحبش الدراسه قوي يعني، انا بالنسبه لي الباسكت حاجه مهمه قوي، فانا يعني نص نص. وكذلك الدراسه يا فرح. يعني بس يعني الاثنين مهمين، وبعدين طالما انت عندك القدره تبقي بطله في جانب، ما انت ممكن تبقي بطله برضو ومتميزه في الجانب الثاني ولا ايه؟ شكلك انت اللي شاطره يا فرح. انا؟ لا انت جيت الشخص الغلط. لا والله. والله. يا ما انا الطموح خدني. اصل انا لقيت نظاره قلت يبقى عميقه. لا عشان مش بشوف عميقه بس. في الدراسه. عشان مش بشوف كويس. طب وعامله ايه في الماتشات؟ لا الحمد لله بشوف عادي النظاره. الحمد لله. بالمناسبه مراكزكم ايه في الفريق؟ انا 3 و4 و5. اللي هم ايه برضو عشان اللي ما يعرفش؟ كاتر وبيفوت، يعني بيفوت اللي هو 4 و5 وكاتر اللي هو 3. انت شكلك بلاي ميكر. بلاي ميكر وكاتر ساعات. دايما البلاي ميكر سواء رجال او سيدات دايما تلاقيهم ايه قصدانين نسبيا. هل في حكمه ورا الموضوع ده؟ بس مش معقوله صدفه. هو بيقول عشان الدريبل بيكون قصير وصعب الديفنس يوطي كل ده، حتى لو طويل او قصير صعب قوي الديفنس يوطي ياخد الدريبل من تحت. صدقي وجهه نظر ما فكرتش. انا تخيلت ايه قدره على المراوغه اسرع من غيره. هو اسرع دي حاجه يعني لازم بلايكرز يكون سريع، فدي حاجه عند اي حد. بس دي برضه مركز اهم يكون قصير، مركز مهم جدا للفريق بالكامل. ده انت الليله كلها الى حد ما هي اللي بتزعل في الملعب. طبعا لازم نمسك كاننا الكابتن في الملعب بالظبط. اكيد. طب بعيدا بقى عن البطوله اللي انتوا حصلتوا عليها مؤخرا، عموما في مشواركم مع الباسكت، هل في بطوله معينه او مباراه معينه سواء كانت محليه او دوليه ما تتنسيش، كل ملابساتها ما تتنسيش؟ ايه بقى؟ واحنا في 14 سنه كان جالنا وقت كده من واحنا صغيرين اللي هو بندخل بطوله القاهره كنا ناخد تاني كده، بس الحمد لله بقى الوقت ده حتى كنا بنلعب في الزهور مع الزهور، وقعدوا يندهوا يعني قعدوا يقولوا في المايك كل اي حد في النادي زهور يجي يشجع بيلعبوا ضد الاهلي، فبقت بجد الصاله كلها زهور وكم ام اهلي، بس احنا يعني ما كانش علينا اي بريشر برده، كنا عايزين احنا عارفين احنا هنعمل ايه وان شاء الله كنا عايزين ان احنا نكسبها. الحمد لله قدرنا، وكانت دي احلى بصراحه ماتش بالنسبه لي، وبرده طبعا اخر بطوله الجمهوريه دي بجد يعني احلى حاجات حصلت.
جميل. وانت بالنسبه لك يا فرحان برضو غير بطوله الجمهوريه في ماتش ما يتنسيش او بطوله ما تتنسيش؟ بطوله الجمهوريه بتاعت 14 سنه برضو. عشان كانت تعتبر اول بطوله جمهوريه لينا عشان كنا صغيرين قبليها. كنا الموضوع كان صعب شويه بس الحمد لله البطوله كلها كنا بنلعب حلو قوي. حتى في ماتش خسرناه بس بجد خسرناه بكل شرف وكل تعب في الماتش. بجد كنا بنجري على الكوره في اي حته بجد. الماتش ده حتى الفرقه كلها كانت بتلعب حلو. انا كنت في كوره. مين الاقوى انجاز التعبير؟ هل فريق الرجال السله في النادي الاهلي ولا فريق السيدات؟ مين اللي فعلا بيبقى مبهر دايما في الملعب؟ اتفضلي. انت اتفضلي دبستك خلاص. اقول لك على حاجه حلوه. ما عندكوش رد؟ لا. نسمع الرد من بودي حسام وهو لاعب كره السله في النادي الاهلي واللي تم تصعيده مؤخرا للفريق الاول. كابتن بودي صباح الفل عليك. صباح الخير استاذ كريم. ازي حضرتك؟ ايه كله تمام الحمد لله كله تمام. مبروك التصعيد وان شاء الله يكون بدايه يعني المشوار كله نجاحات ان شاء الله الفتره الجايه. الله يبارك فيك يا رب. امين ان شاء الله يا رب. دلوقتي البنات اتكسفوا يردوا على السؤال اللي كنت بساله لهم في مساله ان مين المميز اكتر الرجال ولا السيدات في الباسكت في النادي الاهلي. اتكسفوا وتحس ان هم ايه يعني عايزين يقولوا احنا بس ما رضوش يحبوا. فانت شايف ايه؟ والله هي مش اجابه دبلوماسيه بصراحه بس فعلا هو الولاد والبنات في النادي الاهلي ما شاء الله يعني حاجه تفرح في الاثنين. فما فيش يعني حد بيتوقع الثاني يعني ما شاء الله كل سنه الست فرحونا ببطولات كتير جدا واسامي كبيره جدا كل سنه بتطلع اكتر من الاول والمنتخبات. فيعني بصراحه هما الاثنين جامدين قوي بصراحه يعني. انت عارف يا كابتن بودي احنا تقريبا يعني نكاد نكون يوميا بنتكلم عن نجاح يعني من نجاحات فريق الرجال او السيدات في السله في النادي الاهلي. ايه سر تفوق الاهلي في الباسكت؟ من زمان في ازمنه يعني سابقه كان دايما بيبقى المنافس معاكم الجزيره الاتحاد سبورتنج في اسكندريه لكن برضو نرجع ونقول ان دايما الاهلي مع نفسه كده ولوحده. ايه سر التفوق ده؟ والله بصراحه عشان احنا من واحنا صغيرين في النادي الاهلي فهو احنا اتربينا ان احنا لازم نتعب لازم نجتهد مفيش يعني اجازات لازم نضحي حاجات كتير جدا عشان النادي وعشان ناخد اول عشان زي ما هم قالوا فعلا ان مفيش عندنا مجال لمركز ثاني. فده بيخلينا ان احنا لازم نتمرن بشكل يومي وبشكل مستمر وان احنا فعلا نخلص في التمرين عشان حتى ربنا يكرمنا. فده يعني ده السر الاول ان احنا ناخد اي بطوله طبعا ان احنا بنتمرن كتير جدا وبنتعب وبنضحي بحاجات عشان خاطر النادي عشان ربنا بيكرمنا وبيطلعنا بشكل كويس يعني. جميل. انت عندك ايه بقى بتستعدله الفتره الجايه ان شاء الله يا كابتن بودي؟ خلاص ان شاء الله احنا بعد بكره انا اسف بكره هنبدا خلاص نهائي الجمهوريه تحت 20 سنه في نادي شرقية الدخان ان شاء الله نخلصها يوم الاحد الجاي ان شاء الله يعني. برضه فكره التصعيد يعني الواحد لما يكون في مرحله معينه بيلعب مع الفريق ولكن يتصعد للفريق الاول او المرحله اللي هي العمريه الاكبر ليها رهبتها برضه مش كده؟ طبعا لو واحد من احنا صغير بنبص كده على الدرجه الاولى فنشوف ما شاء الله لعيبه كبيره جدا فالوقت بقى انك بيجي عليك الدور انك تبقى معاهم في الفرقه دي طبعا حاجه يعني بتخوف جدا طبعا. بس بصراحه يعني انا اول ما طلعت وقد دي رابع سنه ليا معاهم بصراحه يعني هم كسروا الحته دي من اول يوم اصلا كنت فيه معاهم. هم يعني بيعاملوك كانك قدهم بالظبط ويعني بيحبوك وبيحترموك زي ما انت بتحترمهم جدا. فالموضوع بيبقى يعني حلو يعني مش حد خالص بيعاملك بان هو انت لسه صغير او حاجه بالعكس ده كله بيعاملك انك فعلا شخص كبير وخلاص درجه اولى فيعني زيك زيهم بالظبط يعني. جميل. طيب اخيرا وليس اخيرا يا كابتن بودي احنا برضو عايزين نعرف الناس ان كابتن بودي حسام اللي منورنا على التليفون هو شقيق لفرح اخوها. عاملين ازاي بقى مع بعض في البيت انتوا الاثنين والاثنين ابطال في الباسكت بتعملوا ايه بقى مع بعض؟ لا والله يعني بالعكس انا مش عشان بس هم فرح قاعده بس انا فرح حتى من ورايا انا بقول لها ان هي احسن واحده فيا ومختها كمان. هي ما شاء الله يعني لعيبه مجتهده وكويسه جدا وان شاء الله يعني ربنا هيكرمها قدام يعني ان شاء الله باذن الله. فيعني انا وهي بقى انا بحاول قد ما اقدر انا اكون في ظهرها في كل ماتشاتها وابعدها في تمارينها واديها قد ما اقدر اللي انا اقدر اقوله لها. وانا شايف ان شاء الله باذن الله كمان سنه واثنين هتكون في الدرجه الاولى ومكان كويس ان شاء الله يعني. جميل جميل. لا واضح ان كابتن بودي داعم جدا ليك يعني حقيقي كما هو متوقع كاخ يعني ليك. جميل. كابتن بودي احنا بنصبح عليك مره ثانيه وبنشكرك جزيل الشكر وبنتمنى لك كل التوفيق. صباح الفل عليك. صباح الفل. صباح الفل. لما بتبقي راجعه البيت بقى واخده بطوله وهو ما يكونش مثلا واخد بطوله او انت راجعه كسبانه ماتش وهو لسه خسران ماتش بتشوفي نفسك عليه ولا اخونا برضه؟ ده اسبوع كامل كده. اوه هفضل بقى كده. لا والله يعني وهو بيعمل معاكي نفس في المنطقه الكاي. حتى في المنطقه قبل كده قال لي مش تاخديها هو عشان ساعتها كنا صغيرين لسه 14 سنه قال لي مش تاخديها قلت له اخدها ورحنا ماتش اخر ماتش الزور ده خدناها فعلا. أوكي. رجعت لي بقى البيت بقى بس مش بعديها طبعا قعدت اسبوع بقى تحت بقى خلاص. بتستعدوا ايه الفتره الجايه يا حور ان شاء الله؟ وانتوا لسه مخلصين بطوله الجمهوريه. السيزون خلص او السنه الجايه بقى اللي هو السيزون الجاي هنبقى احنا 2005
هيبقى عندنا مرتبط وقاهره وجمهوريه. اوكي. مطلوب مننا طبعا ان احنا ناخد المرتبط عشان فيرست تيم ونبقى قدها، وطبعا القاهره علشان يعني دي احنا متعودين انها برده قويه بالنسبه لنا زي الجمهوريه والجمهوريه طبعا. طب فاضل ايه؟ ما انتوا خلصتوا كل البطولات يعني فاضل ايه؟ طيب سيبي حاجه للمنافسين حتى زكاه عن نجاحاتنا. لا لا ما ينفعش. ما ينفعش حاجه طبعا. وانت برضو عندك حاجه معينه بتجهزي نفسك ليها الفتره الجايه ان شاء الله؟ يعني غير البطولات عموما، هل انت حاطه لنفسك تارجت، مخططه لروحك مستقبلك الرياضي هيبقى عامل ازاي، ولا عايشه اليوم بيوم؟ يعني ساعات في ايام كده وايام كده، يعني في ساعات بكون مركزه قوي ان انا بكره او بعده هنزل اشوط، هنزل اتمرن عشان ازود مستوايا، عشان الحاجات دي كلها هتساعد فرقتي وهتساعد النادي ان احنا ناخد اول. انت الى جانب التمرينات العاديه اللي في النادي، بيبقى في حاجات انتم ممكن تعملوها لوحدكم بشكل مستقل سواء في البيت او بره اطار التدريب؟ انا بنزل مع بودي اشوط الصبح. اوكي. بنزل الصبح كتير. ما بتنزليش مع بودي ليه انت كمان؟ ما انا عندي اخت بنزل معاها. يعني في مساحه برضو ان الواحد يجود مع نفسه، صح كده؟ اوكي.